أنا تعبت، تعبت وأنا في السجن، كنت حاسس إن أنا بموت جواها. عارف ليه بحبك؟ عشان الحياة من غيرك ملهاش أي طعم. مش عارف أوصفلك، أنت وحشتيني قد إيه. مش محتاج توصفلي، أنا عارفة. عارفة منين؟ أكيد وحشتك قد ما أنت وحشتني. من ساعة ما عرفت إني خالك ما كنتش بفكر في أي حاجة تانية غير إني أشوفك. أنا كنت مستنية تليفونك في أي لحظة. رأفت عارف انك جايه لي؟ رأفت بقى عايش في دنيا غير الدنيا، على طول قافل على نفسه وعنده فوبيا انه ممكن يقبضوا عليه في اي وقت. انا نزلت من غير ما يحس بيا. وابني عامل ايه؟ بيسألني عليك طول الوقت. اوعى تقولي له في اي يوم من الايام ان انا دخلت السجن. انا مش عايز اعرف اي حاجه زي كده. شكلك بتفكر في حاجة. أيوة بفكر في الحاجة اللي ما ينفعش أفكر في أي حاجة غيرها. اوعى تكون ناوي تهرب. ما عنديش حل تاني. كتبوا في الجرايد إنك ممنوع من السفر. ويعني الناس اللي هربت قبلية ما كانوش ممنوعين من السفر؟ أيوة، كان عندهم الناس اللي عرفوا يهربوه. أنا كمان عندي اللي يهربني. عندي فكرة جهنمية. لو قدرنا نقنع البنك الوطني انه يخش معانا بالقرضين اللي دفعهم يبقى خلاص عدينا. الحمد لله على السلامة يا شاكر بيه، الشركة نورت. أنا ما صدقتش لما قالوا لي إنك هتخرج بالكفالة. أنت بتعمل إيه هنا؟ أنت ما تعرفش ولا إيه؟ أنا اشتريت نصيبك في المشروع يا شاكر بيه، قلت أقف جنبك وأعمل بأصلي. ما شفتك في ورطة بنقذك. أنت خطفت مني المشروع، لكن الشركة دي بتاعتي أنا، والمكتب ده مش بتاعك عشان تقعد عليه. اطلع بره. معلش أنا هسامحك عشان عارف إنك لسه خارج من السجن وأعصابك أكيد تعبانة شوية. بره! أنتوا الاتنين بره! ده أنت زودتها قوي. معلش يا خالي، إحنا مش جايين نتخانق. ما أنت سامع بيقول إيه؟ معلش الراجل برضه أعصابه تعبانة. نسيبه كام يوم كده هيهدى وهيعرف إن اللي إحنا بنعمله ده في مصلحته. يلا بينا. شفت الكلب اللي اسمه كريم الشرقاوي عمل ايه؟ ولسه ياما هيعمل. قلت اعدي عليك قبل ما اروح البيت. هو ده اللي كنت عايز تتجوزيه؟ عنده احساس ان انت اللي قتلت ابوه، بيحاول ينتقم منك ومني. انا كنت فضيله، كنت وريته اللعبه لاصوله.
سيبك دلوقتي من كريم وخلينا في مودي. مال مودي؟ كابو مودي محتاج لك. النهارده سألني امتى هترجع وتعيش معانا على طول، قلت اجيلك واعرف الاجابه بنفسي. طب ما انا جيت وامك طردتني. انا اتكلمت معاها وحسيت انها ممكن تسامحك لو سبت مديحه. ساكت ليه؟ امك بتحطني قدام اختيار صعب قوي، مش قادره تستحمل ان يكون لها ضره. انا ما اقدرش اتخلى عن مديحه ويا حامل. واخترت تتخلى عننا احنا؟ مديحه عمرها ما طلبت نسبكم. لا والله فيها الخير. فريده، الموضوع معقد شويه وفي حاجات صعبه قوي تتقال. كابو انت مش مضطر تبرر اي حاجه، بس امي كان عندها حق لما قالت ان انت جيت البيت اداء واجب. ايوه صالح، طمني على الامان اللي عندك. يعني ايه عند عمتك ستلوطه؟ طيب انا مطمن طول ما انت مطمن. لا ما تقلقش عليا، انا هحسبها كويس. راح. الحمد لله على السلامه يا شاكر بيه. بيتهيألي الوصفه متوهش. هو المكان بعيد شويه بس على الله يجيب فايده. باسبورك معاك، تروح وتيجي بالسلامة. محمد عبد الحميد عياش. ده انت كمان جبت الفيزا. امال يعني هنجيب لك الباسبور فاضي يا شاطر؟ من دلوقتي تنسى شاكر علوان خالص، أي غلطة ممكن تبوظ لنا كل الشغل اللي عملناه. أنت متأكد إن عيب؟ يا شاكر بيه، أنت عارف كويس مين اللي طلع لك الباسبور ده؟ ومين اللي هيخليك في عينيه لغاية ما توصل لندن بالسلامة؟ اشكر الجماعة بتوعك أوي. لا شكر على واجب، أنت وعدت وفيت، كنت لازم تاخد مكافأة السر لا حفظت عليه. ناقص حاجة واحدة بس، خايف وأنا مسافر أي حد يأذي حد من عيلتي. زي ما شلناك في عينينا لغاية ما تسافر، البيت كله هيبقى في عينينا وانت مسافر لغاية ما يقولك بالسلامة ان شاء الله. اشكرك يا سامي. شكر لله يا محمد بيه. انت فريدة؟ اي حبيبتي، اسم الله عليك بيتك من عمره ما عرفت يا بنت. يا اختي وحشاني روحي. اسم الله عليك بقيتي قمر ومعروسة وجميلة. مين حضرتك؟ أنا طنطك سنية فريدة، مش فاكرة نقص عليكي. أنت لسه لابسة في السن يا بنت، فاكرة ما كنت تقولي لي طنط ثانية. ألفت حبيبتي يا ألفت، فاكرة كل الجول اللي كنت كنا سألنا في حياتي. الله يا أختي يا الحبايب، لما يوحشوا الواحد كده اسم الله عليكي جميلة. أهلا 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 سنية. أيوة تفضلي. فضلك يا اختي، النبي ليكي وحشه. انا لي عتاب. ايوه لي عتاب كده برضك، اجي من تفاهنا العزب يقولوا لي انك بقالك في العماره دي يجي اسبوع وشويه وانا ولا عندي خبر. انا كنت فاكره انك انت عزلتي زينا. عزلت اروح فين يا ضنايا؟ انا هنا في حته قاعده، انا ورايا الا الحته واهل الحته وبنت الحته. ها ناس تروح وناس تيجي، ده انا عاني. ها وانا هنا قاعده. فريده ممكن تعملي لنا شاي؟
حاضر يا مامي. حبيبتي فكرة شيطانتك طبعا. لا الحقيقة أنا مشيت من هنا كان عندي 3 سنين بس. طب فكريها يا ألفت بقى أنت بالشاي بتاعي. وأنا كمان ناسية. لا كده كده البعد جفا جفا. لا طب قولي لنا انتي الشاي بتاعك ازاي واحنا نحفظه زي اسامينا. الشاي بتاعي تقيل تقيل قوي، حبر، سكر كتير كتير، 3.5 بس، نص مهم قوي قوي عشان يظبط معايا. حاضر. اهلا 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 يا سنية. ازاي جوزك الاستاذ ممدوح شاهين؟ مداح، مداح شاهين. ايوه الاستاذ مداح شاهين. تعيش انتي من 5 سنين. ياه البقية في حياتك يا سنية. وازاي اخته الهانم اللي كانت بتيجي تزورنا مدام فوزية؟ حمدية. حمدية. ايوه حمديه. تعيش انت من 5 سنين. لا حول ولا قوه الا بالله، دي مش كانت متجوزه بالبشمهندس اللي كان بيشتغل في وزاره البترول؟ بترول ايه يا حبيبتي؟ كهربا. كهربا. ماشي كهربا. تعيش انت من 7 سنين. لا اله الا الله، هي ايه الحكايه؟ هو انا اللي هعيش لوحدي ولا ايه؟ اهلا اهلا اهلا. هو انت لسه بتعلمي ماده المات؟ مات؟ مين اللي مات؟ مات امتى؟ مات ايه يا ألفت؟ انا بدرس مزيكا يا ألفت، مزيكا. كلام كلام. ايوه افتكرت، حتى بالاماره صوتك حلو. لما راح الصبر منه جانا يسأل عن دواه، قال لي شوفي أحلى عمر أحلى عمر نكون سوا. لما راح الصبر منه جانا يسأل عن دواه، قال لي شوفي أحلى عمر أحلى عمر نكون سوا. وآه من شوقي لحبيبي، من حرتي وتعذيبي، لبعد وتغريبي، من الصبر من الصبر برافو. وحشيني يا روح. شاي. السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن تولع لي بسرعة؟ حضرتك اسمك ايه؟ عياش، الشيخ محمد عياش. منين يا شيخنا؟ معليش. اهلا وسهلا. قلبي عندك يا شاكر بيه، اول ما توصل طمني. جود لك. شكرا. والدك هرب على فين؟ معرفش. ما تعرفيش ازاي؟ معقولة هيهرب من غير ما يقول لكم هرب امتى وازاي وفين؟ وحضرتك بتحقق معايا كده ليه؟ كأن انا اللي هربت مش هو. رد على قد السؤال. انا اتفاجئت بالمعلومة دي من الجورنان زي اي حد، عشان كده اتصلت بيه عشان اتأكد منه. وقال لك ايه لما اتصلت بيه؟ اتصلت بيه على تليفونه المصري وكان مقفول. عايزة تفهميني انك ما كلمتوش على تليفونه في لندن؟ هو بابا في لندن؟ انا اللي بسأل. معرفش اذا كان في لندن ولا لا. هيكون راح فين يعني؟ انتوا مش عندكم فيلا هناك؟ ايوه. طب تليفونها الارضي كام عشان تكلميه عليها دلوقتي؟ مش حافظه. بلاش التليفون، ادينا عنوان. مش عارفاه بالظبط. انت بتخبي علينا ليه؟ فاكرانا مش هنعرف نوصل له؟ يا ريت توصلوا له علشان انا كمان اطمن عليه. من مصلحتك تبلغينا باي معلومه جديده توصلي لها خلال اليومين الجايين، أو أي اتصال يتم بينك وبينه. ده لو حصل اتصال أصلا. يعني إيه لو حصل اتصال؟ أمال هيكلم مين لو مش هيكلم حضرتك؟ هيكلم مراته وولاده. طب ما أنت كمان مراته. أنا مراته التانية، يعني رقم 2 في حياته.
افهم بقى، الباشا لا كلم رقم واحد ولا كلم رقم اتنين، يعني ايه؟ هرب وقال عدولي؟ يا ريت لو حضرتك عرفت حاجه تبلغني. ده اللي هو انا؟ حضرتك ليه مش عايز تصدق انه سافر من غير ما يقول لي؟ عشان ربنا مديني مخ افكر بيه. يمكن خاف يقول لنا انه مسافر، لحسن نغلط بلساننا قدام حد والخطه تبوظ. سرقوا فلوس الشعب المسكين من البنوك وخلعوا على بلاد بره، وزعها وسادة يا ابني على روح الشرف والأمانة. وما تنساش بقى تبقى تحذر ولاد الحتة من الناس اللي كوم سكنوا هنا وعاشوا في وسطينا وهم واكلنا ونهبنا ومصين دمنا. وبالمرة بقى ما تبقاش تنسى تسألهم هم مخبيين فلوسنا فين وناوين يهربوا هما كمان امتى عشان يحصلوا رئيس العصابة بتاعهم. عمالة فتوة سعادتك، بتضرب الراجل بشيشة على دماغه؟ انا ما ضربتوش بالشيشة، انا ضربته بالصندال، وبعدين انا كنت ماشيه في حالي، هو اللي شتمني. انا كنت بعلق على منشور في الجرايد عن والدها يا باشا. الشعب بيغلي يا حضره الضابط، وانا واحد من الشعب اللي بيغلي ده. انت مالك ومال الشعب؟ حد قالك تترافع عنه؟ بعدين محدش اداك الحق تشتمني. الراجل ما ذكرش اسمك، بس اللي على راسه بطحه بقى بيحسس عليها. ينصر دينك يا حضره الضابط. مش لازم يقول اسمي عشان اعرف انه يقصدني، وملوش حق انه ياخدني بذنب ابويا. ده لو كان ابويا اذنب فعلا. تقرير المستشفى بيقول ان الراجل واخد 3 غرز في دماغه. ده غير الكدمات اللي في ظهره يا باشا والسحاجات اللي في ركبه. بيبص سعادتك، احمد ربنا انها جت على قد كده. شفت شفت يا باشا، ما تتفرديش قوي كده، انت بالتقرير ده ممكن تلبسي قضيه. البس قضيه طبعا، وتتحبسي كمان الا اذا الاستاذ هلال بقى تنازل عن المحضر. لا انا لا يمكن اتنازل ابدا، القانون يجيب لي حقي واهل الحته كلهم هيشهدوا معايا. الحاجة ايه الناس المتخلفه دي؟ قطع لسانه احمد عمرو يشتم بابا ويضايق فريده. احمد تعال هنا. حبيبي انا خدت حق بابا في غيابه واكتر. ممكن بقى تخش اوضتك وتعمل الهوم ورك بتاعك؟ ماشي، بس لو طول لسانه تاني انا هقطعه له. ماشي. نيابة واسمي في يوم واحد اعمل ايه؟ مش بمزاجي، كنت راجعة من نيابة مضغوطة ومش شايفة قدامي، ما قدرتش استحمل الكلام السم اللي سهلال ده عمال يلقحه علينا وعلى بابا. يا سلام، يعني ما كنتش قادرة تمسكي نفسك؟ لو كنت سكتله كان هيفضل مستلمنا في الرايحة والجاية، لكن بعد اللي حصل النهارده ده هيوقفوا عند حد وهو واي حد يستجرى يتكلم علينا نص كلمه. يعني احنا لو سكتنا الشارع هنقدر نسكت البلد كلها؟ تجرانين كلها ملهاش سيره غير ابوكي واللي عمل ابوكي. الفلوس اللي خدها فلوس الناس وهرب بيها، واحنا دلوقتي اللي بندفع الثمن. تفتكري لو كان يعرف انه ده كله هيحصل لنا كان برضه هرب؟ اكيد قبل ما يخرج بكفاله كان مخطط انه يهرب، بس مرضيش يقول لنا عشان ما نقولوش خدنا معاك. المهم يا حبيبتي دلوقتي الورطه اللي انتي ورطتي نفسك فيها، البوليس اكيد هيبعت الورق للنيابه. وهلال ده راجل متوحش، اكيد مش هيسيبك، مش هيسيبك غير لما يسجنك. اصلي كنت ناقصاه ده كمان. انا شايفه انه نكلم وجيه. اه لازم يلاقي حل وجيه. لا وجيه لا. ليه لا؟ هو احنا نعرف محامي غيره ممكن يدافع عننا ببلاش؟ اسمعي يا مامي، لو الدنيا كلها ما فضلش فيها محامي غير وجيه برضه لا. أنا مش بس هكتفي بشهادة أهل الحتة، لأ
أنا هنشر الحادثة دي في كل الجرايد القومية والجرايد الحزبية وجرايد المستقلة حتى جرايد الصفرة. هحول الحادثة دي إلى قضية رأي عام وهكسبها في أول جلسة، ولازم أسجنها، لازم أسجنها في نفس الزنزانة اللي كان هيتسجن فيها أبوها قبل ما يهرب. ايه ده يا استاذ هلال، هما هيسجنوها في سجن الرجاله؟ رجاله ستات، مش ده المهم عندي، المهم انها تتسجن وخلاص. انا وراكي والزمن طويل يا فريده علوان. بصراحه انا يا استاذ هلال ما تاخذنيش، انت لازم تبقى وراها والزمن طويل، خصوصا يعني بعد ما فضحتك بقى بجرالي في الحته كلها، يعني عشان اضطرت عيد واحده ست. لا مؤاخذه، ست يعني ما بقى، انا عشان هي واحده ست انا ما رضيتش امد ايدي عليها. يا راجل تمد ايدك ايه؟ هو انت كنت حتى عارف تلقط نفسك؟ هلقط نفسي ايه يا معلم؟ بقولك يا معلم، انا عايزك بقى تقف في ظهري وتلم كل اهل الحته وتيجوا تشهدوا معايا في النيابه، والا اللي اسمها فريده علوان دي مش هتجيبها البر وهتبرطع في الحته كلها، وكل يوم والتاني هتمسك واحد فينا تضربه ومش هتسيبه ولا راجل في الحته. بس ما تقولش راجل ولا يا اخويا. بقولك ايه يا غريب؟ عمر يا معلم، ايه وصل لحد ليه هو كده؟ وصى على واحد حلو مظبوط الاستاذ هلال عشان يظبط دماغه. عينيا. حاضر يا معلم. اللي بقول ايه يا معلم بمناسبه الحلبه دي، يعني هي الحلبه دي على حسابك يعني ولا هتضاف على دفتر الشكوك بتاع اللحمه اللي انا باخدها منك؟ لا يا عيني اطمن على حسابي. الله عليك، اهو كده برضه يا معلم لازم تظهر تعاطف مع قوى الشعب الكادح. لا كمان ايه، عندي استعداد امسح صحيفه ثوابك كلها. صحيفه ثوابي ازاي يعني؟ دفتر الشكوك بتاعك. اهو كده يا معلم، الله ينور عليك. وكمان ده عشان تبعد دماغك ما ترفعش قضيه كمان. لا يا معلم، ما ارفعش قضيه ازاي يعني؟ اقول لك انا، يعني دفتر الشكوك بتاعك ده اللي بقاله 6 اشهر مش عارف تمسح ولا سطر منه في كفه، والقضيه اللي انت عايز ترفعها في الكفه الثانيه. انت عايزنا نتنازل عن القضيه يا معلم؟ والمحضر اللي انت عملته كمان. لا السلام عليكم. وعليكم السلام. ايه ده؟ دي طلبات من السوبر ماركت. انت طلبت حاجه من السوبر ماركت؟ انت اكيد غلطان في الشقه. لا حضرتك انا مش غلطان، المعلم ربيع حاسب على الحاجه دي وقال لي ان انا اطلعها لكم. والمعلم ربيع ده ليه حاسب لنا؟ عشان اصالحكم بعد اللي اسمه هلال ده معكر دمكم. متشكرين قوي يا معلم، ما كانش في داعي تكلف نفسك. ده اقل واجب، احنا كان مفروض نقوم بيه من ساعه ما رجلكوا دبت عندنا في الحته، لكش بس هي الظروف اللي منعتنا ان احنا نقوم بالواجب. انا عارفه يا معلم انك كبير الحته، يرضيك عمايل البني ادم ده اللي اسمه هلال؟ بس ما تقوليش بني ادم. عشان كده انا جاي لحد عندكم عشان اصالحكم، واحنا لما اوضح هنكمل كلامنا كده على الباب. سوري. اتفضل يا معلم اتفضل. يزيد فضلك يا ست هاني، سيب الحاجه يا غريب واخفى. حاضر يا معلم. بالله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، ربنا يا رب يجعلها عتبه ناديه عليكم وعلينا وعلى اهل الحته كلها. متشكرين متشكرين. اذا سمحت الشاي. لا انا عايز شويه شاي من ايد عريسنا الصغير ده. ماشي حاضر. ايوه عش يا مؤاخذة. أصلا حبيت أعدل ما بينهم فجبت لكل واحدة موبايل عشان أكلمها منه. هم مين دول؟ مراتاته التلاتة طبعا. تلاتة مرة واحدة؟ وجبت لكل واحدة فيهم موبايل لون، يعني عندك الفضي ده لما يرن أعرف إن هي حسنية، ولما الأحمر ده يرن أعرف إن هي فاطمة، أما الأسود ده لما بيرن بعرف إنها سيدة. وليه حضرتك اخترت الاسود لسيدة؟ معيشاني في سواد طول عمري، بس اعمل ايه مستحملها على مضض، ما هي الوحيدة اللي جابت لي الواد. ربنا يخليها لك. لا ويخليها له لوحدها ليه، ربنا يخلي له التلاتة ان شاء الله. نرجع بقى لمرجوعنا. اتفضلي يا ست هاني. ايه ده يا معلم؟ ده دليل براءة المزمزيل فريدة، كشف الشكوك بتاع الجدع اللي اسمه هلال دول، هتنازل له عنه في مقابل ان هو يتنازل على القضيه والمحضر. شكرا بس يعني ذنبك ايه تشيل ده كله؟ ده لو حتى حساب 6 سنين من 6 اشهر كله فدا الهانم وفدا حرصتنا. متشكره قوي يا معلم، بس بعد اذنك احنا هندفع لك الفلوس دي من غير ما اللي اسمه هلال ده يعرف ان احنا دفعناها.
فلوس ايه بس اللي بتتكلمي عليها ديت؟ دول ما يجوش تمن 2-3 كيلو لحمه على كوزين سجوق، ما يجوش تمن صندل واحد من صناديلك اللي انت موقفه الشارع بيهم على رجل. وعلى اي اليمين ما انا منقول من هنا بقى الا ما تقولي لي ان انتوا قبلتوا هديتي المتواضعه؟ انهي هديه فيهم؟ حاجات السوبر ماركت ولا دفتر الشقق؟ الاثنين يا ست الكل. وبقول لك ايه، انسي موضوع الجدع اللي اسمه هلال ده وانسي قضيته خالص. وهو هيتنازل على قضيه، يعني هيتنازل على قضيه، وبيني وبينك انا هفتح له كمان دفتر شقق، عشان لو انت لوتي تضربيه تاني يبقى دفتر الشقق الجديد قصاد العلقه الجديده. طب بقى افوتكم بعافيه انا بقى. السلام عليكم. ساتر يا رب، انا من ساعه ما جيت هنا وحاسه ان انا قاعده في الشارع، اي حد يطلع في دماغه يزورنا يفتح الباب ويدخل. هو ايه، مفيش حاجه اسمها مواعيد؟ ما احنا بقناش زي زمان يا فريده، كان اللي عايز يقابلك ياخد ميعاد قبليها باسبوع. على رايك انا خلاص اتخنقت. مش انت اللي قلت لي واحده واحده هنتعود على العيشه هنا؟ قلت لك ايه يعني، طلعت صعبه، في ايه المشكله؟ خليك في اللي انت فيه. بقولك خليك في اللي انت فيه، بقولك خليك في اللي انت فيه. انت مش لاعب. خد حد بقى، نام، اتفضل نام. مش عايز. انا قلقان عليك. ليه كده بس يا خالد؟ أنا في أحسن حالتي. بيتهيألك يا كريم أنت متضايق وشايل جواك حاجة كتير أوي ومحمل نفسك فوق طاقتها. خالي أنا أقوى بكتير مما أنت متخيل. كل الحكاية خايف أكون قصرت في حق أبويا. بعد كل اللي عملته ده، أنت خدت مشروع وشركة شاكر ألوان على حياة عينه، وأديك بكرة رايح تقعد على مكتبه لأول مرة. لسه مش كفايه. ما تزعلش مني يا كريم، لو ابوك نفسه الله يرحمه كان موجود ما كانش هيقدر يعمل اللي انت عملته. لسه المشوار طويل، لسه بدري عقبال لما اشفي غليلي من شكل علوان. انا عاوزك تنسى الراجل ده وتشيله من دماغك. خلاص ساب كل حاجه وهرب. شكل علوان ساب بنته. بنته لسه موجودة. هو سابها عشان تنتقم منها، مش عشان تروح تاخدها في حضنك وتبوس ايديها وتقول لها سامحيني على كل اللي فات وتعالي نبتدي مع بعض من جديد. اللي انت بتقوله ده، انت ناسي ان ابوها قتل ابويا؟ وانا كنت فاهم بقى ان اللي حصل ده هيخليك تكرهها او على الاقل تبطل تحبها. لو انت فاكر ان انا لسه، انت لسه بتحبها وبتحاول تبرر اهتمامك بيها على انه رغبة منك في الانتقام منها. خالي انا فريده انتهت بالنسبه لي يوم ما ابويا مات. اللي بيني وبينها دلوقتي مجرد حساب، انا هعرف اصفيه كويس. ما تخوفنيش، انا شايف قدامي حد تاني خالص غير كريم. ما تخافش، ده كريم. Thank you.
مالك يا فريدة؟ مهما حكيت لك مش هقدر اوصف لك شعوري وانا داخله الشركة دلوقتي. لقيت يافطة شاكر علوان متشالة ومحطوط مكانها يافطة الشرقاوي جروب. حسيت ان حتة من قلبي اتشالت. بعد الشر على قلبك يا فريدة. دي مش مجرد يافطة بالنسبة لي، بشوفها وانا جاية الشركة. دي جزء من حياتي، جزء من عمري، جزء غالي قوي. لازم تعرف يا فريدة ان كريم الشرقاوي من ساعة ما مات ابوه هو بيحارب عشان اللحظة دي. مسكين ما يعرفش ان مفيش حاجة باقية على حلها. انا اذنك. رايحة فين؟ رايحة لم حاجتي، ولا يكونش مانعني ان انا ادخل الشركة؟ على العكس، ده نفسي اشوفك في الشركة بعد ما اتكتب عليها اسم. ايه اللي حصل؟ انت اتخانقت معايا تاني؟ جمع كل الموظفين اللي في الشركة وقعد يشرح لهم ازاي الشركة تحت ادارته هتبتدي عهد جديد. بس ده لوحده ما يزعلكش يا عصام. هو جاب سيرة ابويا في النص. انا عشان كده سبتولي الاجتماع ومشيت. عرفت ليه بقى قلتلك ما تروحيش مكتبك وتفوري دمك؟ ليه حاجات مهمة لازم ألمها بنفسي. ممكن نتقابل النهاردة؟ انتي بتلمي حاجتك ليه؟ عايزني استنى لما اطرد رسمي؟ وانا اطردك ازاي وانا عارف الظروف اللي انتي بتمري بيها دلوقتي؟ ما تقلقيش، انت هتفضلي هنا في الشركة ومرتبك هيفضل زي ما هو. صدقة جارية يعني؟ لا، محتاج ليك. بس أنا بقى مش محتاجة الوضع اللي هتفرضه علي، ومش هسمح لك تعمل فيه اللي كنت عايز تعمله في أبويا قبل ما يسافر. قولي بقى إنك مش متعودة يبقى لك رئيس. أنت اللي نسيت إن أنا فهمك أكتر من أي حد تاني في الدنيا دي. فهمك أكتر ما أنت فاهم نفسك. بس كويس ان شاكر بيسافر قبل ما اشوف شركته بتتباع لكريم الشرقاوي. ما هم دول شويه الملح اللي ناقصين طبخه كريم الشرقاوي، عشان كده ما كانش عايزني اسيب الشركه. بس في الظروف اللي انت فيها انت كنت محتاجه للمرتب اللي هتاخديه. بس انا عمري بحقبل اتذل عشان خاطر الفلوس يا عصام. وانا عمري ما اقبل الذل ليكي ولا ليه. بس انت وضعك مختلف، انت محتاجين لك، عمرهم هيقدروا يعملوك وحش. مع اني خلاص قلت لعزة ان انا ناوي اسيب الشركة. اوعى تعمل كده، اوعى تسيب الشركة، مصلحتك تفضل فيها ومصلحتنا احنا كمان. على الاقل يبقى في حد جوه يقول لنا ايه الاخبار. مسير بابا هيرجع تاني وانا هرجع معاه ونخرج كريم الشرقاوي. خلاص يا ستي، انا مش هسيب الشركة دي عشان خاطرك انت بس. بس يا رب بقى يزيح الغمة دي عننا. قولي لي يا فريد، انت مش ناوي تشتغلي حاجه تانية؟ يعني مش بفكر دلوقتي. طب بعد اذنك يعني تحب ادور لك على شغل؟ لا مرسي، تدور لي ليه؟ انا ممكن ادور بنفسي واكيد هلاقي شغل كتير. وانا متاكد واحده في مؤهلاتك اكيد هتلاقي شغل في كل حته وهتنجحي فيه كمان. مرسي.
مالك؟ بصراحة أنا مش مستريح للي حصل. اللي حصل هو إن إحنا اشترينا أكبر شركة في السوق يا خالي. ده صحيح، بس أنت خسرت حاجات كتير قوي عشان تقدر تقعد على الكرسي ده. هكسب أكتر بكتير من كل اللي أنا خسرته بعدين. بس مش هتقدر تعوض أبدا شركة أبوك. الراجل قاعد أكتر من 25 سنة يبني ويكبر فيها. أبويا نفسه لو كان عايش كان باع كل حاجة عشان يشتري شركة شاكر. نقول مبروك. مبروك يا حبيب قلبي. ألف طيب ألف مبروك. هسيبكم بقى عشان تحتفلوا بالمناسبة الحلوة دي بطريقتكم. بعد إذنكم. اتفضل. هو مال خيالك مش بلاني كده ليه؟ لا مفيش حاجة، نكلفه بشوية شغل والراجل ملخوم شوية مش أكتر. خلاص مش قد الشغل يسيبه. أنت جاي تقوميني على خالي ولا إيه؟ لا أنا جاي أعرف فريدة علوان لسه موجودة في الشركة ولا هتسيبها. طمني يا ستي، سابتها. طب ومالك بتقولها وانت مخنوق وزعلان قوي كده ليه؟ وبعدين بقى عايز تفهمني ان خلاص ما بقيتش بتفكر فيها؟ عايز انا احلف لك يعني عشان تصدقيني؟ لا من غير حلفين، انا هعرف بس بطريقتي الخاصة. وايه هي طريقتك الخاصة؟ نقوم نتجوز دلوقتي حالا. جوز عشان تبقى الفرحة فرحتين، فرحة الشركة وفرحة جوازنا. مش وقته الكلام ده خالص يا امال امتى وقته؟ انت بقالك اكتر من شهرين بتقولي هنتجوز لما ظروفك تتحسن. وانا ظروفي مش هتتحسن الا لما المشروع اللي انا حاطط فيه كل فلوسي يبدا. عايزه تصبري عليا ماشي، مش عايزة تصبري برضو ماشي. انت بتهددني يا كريم؟ انا بس بحط النقط على الحروف عشان كل حاجة تبقى واضحة. الحمد لله يا باشا ان لحقنا معاليك قبل ما تحول المحضر للنيابه. ممكن اعرف انت جاي مع مين فيهم بالظبط؟ انا جاي تبع الحق يا باشا، اعتبرني محضر خير والصلح خير يا باشا. انت فعلا يا هلال ناوي تتنازل عن المحضر وتتصالح معاها؟ اه طبعا يا باشا هيتنازل، امال يعني لما اقصى احنا جينا نشرب القهوه مع سعادتك وهنمشي؟ ممكن تسكت انت شويه؟ حاضر يا باشا هسكت، كلم يا هلال. انت يا اخويا قول اخرس انا. ايوه باشا انا حتى هتحتحت فيها ليه؟ ما انت كنت ماشي زي الفل. ايوه هتنزل عن المحضر، بس انا مش هتصالح معاها يا باشا، ولا يمكن لساني يخاطب لسانها طول ما انا عايش. احنا ملناش دعوه لا بلسانك ولا بلسانها. انا دلوقتي هلغي المحضر واكتب عليها تعهد. تعهد ايه حضرتك؟ بانك ما تتعرضولوش تاني وما تتعديش عليه بالسب والضرب. من فضل حضرتك انا ما سبتهوش، انا ضربته بس. يا سلام، هو ده شويه؟ انا دلوقتي بكتب لك التعهد اللي هتمضي عليه. ايوه باشا لازم تمضي، لان الشرطه في خدمه الشعب وانتوا باشا اللي هتحموني منها. اوكي حضرتك انا موافقه ان انا امضي على التعهد، بس هو كمان يمضي على تعهد ان هو مش هيستفزني تاني بكلامه. هو يستجري انت كلمه في حقك طول ما انا موجود؟ اتفضلي انت.
امضي بقى يا ست الكل، يعني هو الحبر بفلوس؟ طب عليا اليمين لو بعرف اقرا واكتب لامني مكانك. متشكرة قوي معلم، مش عارفة اقول لك ايه، تعبتك معايا. سي يو ليتر. ايه؟ السلام عليكم. وانا ده كلام برضه، حد يفوت مناسبة سعيدة زي ديت؟ انا عازمك على الغدا عند المعفن. معفن؟ اوعي تزعلي ولا تتضايقي، لا ده بيجي له ناس من كل حتة. طب انا اعرف ناس بقى بتجي له من بره البلد كمان، ما يخرجكيش الاسم ده، احسن مصمت في البلد. ايه مصمت؟ بيعمل سميت مش كده؟ سميت ايه بس يا ست الكل؟ المصمت ده اللي بيقدمه فيه الخوارج بتاعت البهيمه، الكرش على الفش على المنبار على الجوهره. ايه جوهره؟ الجوهره دي يعني عين البهيمه. تاكلوا العين؟ ماشي معلم، اصل انا ما اكلتش عند مصمت قبل كده. جربي مره ومش هتنسيه بالمره. معلش، ما انا يوم ما اجرب مش هيبقى عند المعفن اكيد. اختاري انت بس اي مطعم يعجبك، ان شاء الله حتى يكون في الشيرتون ولا في الهيلتون. لا مؤاخذة بس ممكن تدليني مين اللي بيرن فيهم؟ اللي بينور يا معلم اكيد. فاطمة. هي فاطمة كده دايما تحب تقطع على مزاجي. لا يا معلم، متهيألي دي حسنية. حسنية؟ انت عرفتي منين؟ مكتوب اسمها على الشاشة. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، برضه العلم عليه عامل. طيب رد عليه يا معلم، مش عايز اعطلك. لا ارد على مين؟ حد يبقى مع القمر ويطلع النجوم. قلت يا بنت الناس هنطلع المعفن ولا تشوفي لك مصمت تاني؟ لا متشكره قوي معفن، متشكره قوي معلم، اصل انا عندي ميعاد مهم قوي اتاخرت لازم الحق. سي يو ليتر. مهم حاجه تعبك غير السور الريتر ده؟ اتفضل سعادتك. ايه ده؟ دي استقالتي يا فندم. الباشمهندس عصام هو اللي اقنعك انك تسيب الشركه؟ هيقنعني ازاي بس يا فندم اذا كان هو لسه ما سابهاش؟ طب ممكن افهم عايز تستقيل ليه؟ انا بقالي اكتر من 33 سنه شغال مع شاكر علوان، حضرت ولاده كل مشروع عمله وكل شركه، وبصراحه انا ما اقدرش اشوف حد غيره قاعد على كرسيه. ماشي، اديني بس يومين ولا تلاتة عقبال لما اشوف حد يمسك مكانك. تحت امرك. عموما انا هجهز عهدتي من دلوقتي. أنسة فريدة؟ أيوه. مختار سعيد، مدير العلاقات العامة. أهلاً وسهلاً. حضرتك اللي اتصلت بيا؟ أيوه. خير؟ إحنا كنا بندور على موظفة شاطرة عندنا في الريسبشن. حضرتك عرفت منين إن أنا بدور على شغل وإذا كنت شاطرة ولا لأ؟ أنا عرفت إنك سبتي شغل والدك. وبعدين أنا متابع القضية زي كل الناس، ومتعاطف بشكل شخصي معاكي ومع أخوكي ووالدتك. وحاسس ان المجتمع هيظلموكوا، وانتوا طبعا مالكوش ذنب. هو حضرتك جبت نمرة تليفوني منين؟ من الورك فير في الجامعه الامريكيه. انت مش كنت اي يو سي ان برضه؟ بالظبط كده. ايه اخبار الفرنساوي بتاعك طيب؟ الفرنساوي بتاعي كويس قوي، والجيرمان كمان. انت درستي الماني كمان؟ لا بس الحقيقه اتعلمته من اهله، يعني سافرت كذا مره النمسا وسويسرا والمانيا. هتاخدي 2000 جنيه كمرتب اساسي. اوكي. بس هو في الحقيقه انا مش هقدر اشتغل نايت شيفت. ليه؟ الحقيقه مش هقدر اسيب مامتي واخويا لوحدهم بالليل. بس انا مش هقدر الغي النايت شيفت. انا اسفه مش هقدر. عامه فرصه سعيده، انا اسفك. هخليهولك مره في الاسبوع بس. اوكي
ميرسي. أنا سعيد إنها أقنعتك إنك تفضل معنا. هي مين؟ فريدة علوان. هو أنت بتسمع كلام حد غيرها؟ آه، واضح إن عزة شايفة شغلها كويس وبتمدكوا بكل المعلومات. عزة خبرة كبيرة أوي، ما أقدرش أستغنى عنها، عشان كده رفضت استقالتها. وأنا بقول أنت كمان محتاج تبقى في نفس ذكاء خطيبتك، وتعرف إن الولاء الوحيد لازم يكون للشركة اللي أنت بتاكل منها عيش. والله أنا ولائي لشغلي، الشغل اللي هيكبرني. يا ترى فريدة علوان بتسمع كلامك زي ما انت بتسمع كلامك؟ تقصد ايه؟ عايزك تقول لها ترجع تاني هنا الشركة. طيب ما هتقول لها انت؟ هي واخدة المسألة بحساسية شوية، يعني مش متخيلة نفسها تشتغل موظفة في شركة كانت في يوم من الأيام بتاعت أبوها. طب وحضرتك يعني شايف انا ممكن انسيها حاجه زي كده ازاي؟ تقدر تقول لها ان احنا محتاجين لها زي ما هي كمان محتاجانا. طب اقدر اعرف من حضرتك يعني محتاجينها في ايه بالظبط عشان اعرف اقنعها؟ هي في يوم من الايام الشركه دي كانت بتاعتها، تقدر مثلا تساعدنا في ادارتها؟ عموما انا هحاول ابلغها الرساله. عايزك تقول لها كمان كريم ايه؟ هو انا المفروض الايام اللي جايه دي ابقى المرسال بينك وبين فريدة علوان؟ ده ما يجيش مرتب الجناين اللي كان يشتغل عندنا. بلاش منها الشغلانه دي يا فريدة. خايفه تكون فرصه وحضيها عليا. يا ماما حبيبتي، انت خريجة الـAUC وعندك ثلاث لغات، يشغلوكي في اي حتة. في الظروف اللي احنا فيها دي بقى بالذات مفيش حد هيرضى يشغلني، لان انا في الاخر بنت الراجل اللي سرق فلوس الناس وهرب. ايه جرس الباب ده اللي بيرن كل شوية والتانية؟ ايه ده؟ مش هفتح. لازم يعرفوا ان احنا بني ادمين ومش هنقابل اي حد من غير ميعاد. قومي افتحي يا فريده. قومي. حاضر هفتح. دي فوضى. بونسوار فريده. بونسوار فوفا. مساء النور. انا عارفه ان انتوا ما بتناموش بدري. ايه الحاجات دي كلها يا طنط؟ دول شوية حلويات يستاهلوا بقك يا روح طنط. عشانك يا قمر اطلع لك القمر. مكلفة نفسك ليه يا حبيبتي؟ ده اسمه كلام يا حبيبتي؟ اكلف نفسي؟ ايه الكلام ده؟ وانا حتي اللضا؟ ده المعلم ربيع طلب مني اجيب لكم الحلويات دي واخش عليكم بنفسي بيها. هو ايه حكايته الراجل ده؟ كل شوية جايب لنا حاجة شكل. بمناسبة ايه الحلويات دي؟ الصراحة أنا مكسوفة منكم قوي جدا خالص، لأن هو مصدرني الصراحة في الموضوع والموضوع حساس حبتين. طيب استأذن أنا. لا استأذن تروحي فين؟ أنت بالتحديد لازما ولا بد وهتما تحضري معانا المجلس ده. هو الله، إيه الحكاية مدام سنية؟ الصراحة كده من آخر، من غير لف بقى ودوران ولد وعجن وحديد، عشان أنا ما بحبش الراغي. من الآخر المعلم ربيع طلب القرب مني. قرب مني؟ ايه ده جرى يا استاذ ألفت؟ ايه الافكار دي؟ انت ازاي بتفكري بالطريقه دي؟ لا الليالي دي عدت من زمان خلاص. الراجل طمعان توافقي
انه يتجوز فرفوره. فرفوره وحلف 100 يمين عظيم سلسفين ان هو هيشيلك حبابه حبابه في حبابه. عني مدام سنيه ده متجوز ثلاثه وماله يا مامي؟ اكيد جاب موبايل رابع ومش عارف يعمل بيه ايه. ايه ده يرضيكي كده يا ام احمد تشنك عليا كده وانبهكوا؟ ينفع الكلام ده؟ وانت كنت عايزاها تفرح يا حبيبتي؟ ده تقدم لها يا دوبك. امال لو اتجوزته هتعمل فينا ايه؟ هتكوننا. المشكلة من ساعة ما جيت هنا وانا بلعب لوحدي. يا سيدي انا عندي استعداد العب معاك لحد الصبح. شوف بقى انا واخد لك اجازة النهاردة. طيب وانا هروح اسخن عقبال ما تيجي. انا بلعب ببرشلونة على فكرة. صباح الخير يا باشمهندس. صباح النور. انا كنت بس جايب سيديهات بلاي ستيشن كان احمد طلبها مني. والله انا مش عارفة اقول لك ايه، احنا تعبينك معانا. لا ابدا مفيش حاجه. احمد قال لي انك استلمت شغل جديد في فندق اسمه بارادايز. فعلا وكان عندك حق لما قلت لي هيبقى فيه اكتر من شغلانه اختار بينهم. مرتاحه في الشغل؟ مش عارفه والله، النهارده اول يوم يعني هروح اجربه. احمد كان عايزني اقعد العب معاه. طبعا البيت بيتك تشرف، واكيد احمد هيضيفك. مع اذنك عشان لازم الحق الشغل. اتفضل. باي باي. باي باي. ايه اللي انت بتعمليه ده؟ ده بلان بالاوضه الفاضيه وده بلان بالاوضه المشغوله. وفين الاوضه اللي المفروض النهارده تشيك اوت؟ بعمله حالا. فريده على فكره انت بطيئه قوي. معلش حضرتك انا لسه في البدايه. اوعي تفتكري ان اللغات هي كل حاجه، لازم تتعلمي الشغل بسرعه عشان ما توقعيناش في مشاكل احنا مش قدها. حاضر ربنا يسهل. بقول لك ايه؟ هبعت لك كشف بحجوزات النهارده عشان تعرفي الاوض اللي هتسكن وتنزليها مكان الاوض اللي هتفضى. ها؟ ويا ريت تلحقي تتصلي باداره الهاوس كيبنج عشان يحاولوا ينظفوها. اوكي؟ بالمناسبه انا برغم كرهي للفاسدين اللي زي والدك وامثاله هتعامل معاكي بموضوعيه شديده بناء على توصيه مستر مختار. طب انا عندي شقه ارخص في الزمالك، ايجارها في الشهر 2000 دولار وقدام نادي الجزيره. كتير برضو يا وجيه. لا ما هو في المستوى ده مش هتلاقي اقل من كده، ولا انت عايزه تفضلي هنا؟ انت كده بتعذبي نفسك، وبصراحه انت عايشه في مستوى غير مستواكي خالص. اه بس لو الفلوس خلصت هحتاس انا والولاد. انت مش قلت ان فريده مسكت شغلانه جديده؟ اه بس مرتبها ما يقضيش. لو شقه مدينه نصر متشطبه كنا أجرناها ودفعنا أجر الشقة الجديدة منها. نشطبها؟ نشطبها منين؟ وإزاي؟ يبقى كده مفيش قدامنا غير إنك تبيعيها. أنت اتجننت يا وجيه؟ أنا لو بعتها دي آخر حاجة فضلالي. ما أنت بتمنها هتعملي مشروع وهيدخلك دخل كويس قوي، ولا تفضلي تبيعي في الذهب اللي عندك حتة حتة لحد ما يخلص وبرضه تبيعيها؟ مشروع؟ أنا ما بفهمش في المشاريع خالص. أنا كنت بدي الفلوس لشاكر وهو اللي شغلها لي. اطمني أنت ليكي عندي حتة مشروع مكسبه أكتر من 30% ومش محتاج في المقدم أكتر من 2 مليون تمن شقة مدينة نصر، وأنا أحط 2 مليون زيهم والمكسب 50-50. مشروع؟ مشروع إيه؟ هنستورد تكاتك من الصين. تكاتك؟ تكاتك.
مساء الخير. فين أحمد؟ في الدرس. وإيه اللي جاب وجيه هنا؟ في بينا مشروع. مشروع؟ مشروع إيه ده اللي هتعمليه معايا؟ تكاتك هنستوردها من الصين. تكاتك؟ أنتي بتفهمي إيه في التكاتك ولا حتى الموتوسيكلات؟ أنتي عايزة إيه؟ عايزة إيه؟ عايزانا نفضل طول عمرنا هنا؟ المرة دي تقدم لك الجزار، مرة تانية هيتقدم لك صب الميكانيكي. طيب وهتجيبي منين فلوس المشروع؟ هضطر ابيع الذهب اللي معايا. تبيعي الذهب وتدي فلوسه كلها لوجيه ويبقى فص ملح وداب. وجيه ما كلش عليا فلوس قبل كده. عشان ما اشتغلتيش معاه قبل كده. مالك بتكلميني كده زي ما تكوني وصية عليا؟ انا بس بنصحك عشان انتي مش حمل صدمة جديدة. تنصحيني؟ مين ينصح مين؟ انت عارفة لو الذهب اللي معانا ده راح هيحصل لنا ويحصل لك ايه؟ انتي خايفة عليا ولا خايفة على الذهب؟ ما هو ما ينفعش انا انزل اشتغل واتمرمط عشان ترتاحي انتي ومودي، وتيجي بمنتهى البساطة تبيع الذهب اللي حلتنا وتدي فلوسه لوجيه بيه. مش من حقك، ومش من حقك كمان ان انت تقعدي مع راجل غريب وانت لسه على ذمة ابويا. ايه اللي حصل؟ انت ايه اللي جابك هنا بس؟ جيت ازاي؟ جيت بتاكسي مع الاستاذ هلال. شدي حيلك يا استاذه، ان شاء الله ربنا يطمنك على الست الوالده. هو اهم ربيع تحت هيدفع حساب المستشفى، ووعد انه لما يخلص هيطلع هنا يديني حق التاكسي اللي جابنا انا واحمد. يعني طمني يا دكتور. الحمد لله ازمه ولحقناها، لكن مش هنقدر نستنى ازمه تانيه. يعني ايه؟ المفروض نعمل لها القسطره العلاجيه؟ احنا عملنا كونسلت من 5 دكاتره في المستشفى، وشايفين ان التدخل الجراحي اصبح ضروره. عن اذنكم. يعني ايه؟ يعني ماما هتعمل عمليه ويفتحوا لها قلبها؟ كل اللي حصل لك. انت مالكيش ذنب يا فريده. مالكيش ذنب يا حبيبتي.
انا تعبانه تعبانه من ساعه ما ابوكي غدر بيا. خروجنا من القصر كمل عليا. بس يا مامي تعمليش في نفسك كده، ان شاء الله بكره تعملي العمليه وترجعي زي الاول واحسن بكتير. عمليه؟ لا عمليه لا يا فريده، لا مامي، عمليه القلب دلوقتي بقت حاجه سهله قوي زي عمليه اللوز بالظبط. ما تصدقيش كلام الدكاتره، مش ممكن العمليه هتبقى صعبه، هنعملها لك. وبعدين فريده هنجيب الفلوس منين؟ دول 50,000 جنيه هنجيبهم منين؟ نقدر نبيع جزء من الذهب اللي معانا وانتي، ونقدر نجيب المبلغ ده بسهوله. كنت خايفة يضيع الذهب في المشروع بتاع وجيه. مشروع وجيه؟ لا يا مامي، لما ننقذ حياتك. اه طب وبعد ما تنقذي حياتي هناكل منين؟ نشرب منين؟ نعلم اخوك منين؟ مامي انا مش عايزاكي تفكري في اي حاجة، ما تحمليش هم اي حاجه حبيبتي، عايزاكي تخلي بالك من نفسك ومن صحتك. انا خايفه خايفه. لا 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 دهب لا دهب لا دهب بشيله الوقت عوزه الوقت عوزه ايه اكتر من اللي احنا فيها دي؟ بس يا ماما معقوله يبقى معانا الدهب ونسيبك تعبانه كده؟ طول ما انا جنبك يا حبيبتي ما تخافيش. فريده فريده بس يا مامي عشان قلبك بس. بس يا مامي قلبك مش كده. وجايز كمان يكون من نفس الشارع. ليه بتقولي كده؟ لانه اكيد شافوا وهم مودين ماما على المستشفى، انتهز فرصه ان فوزيه لوحدها في البيت وطلع سرق المجوهرات. على فكره انا شاكك في فوزيه نفسها. معقول؟ وليه مش معقوله؟ انت مش بتقول انها معاك وبقالها فتره بسيطه؟ اه بس في الحقيقه هي حد في منتهى الامانه، وبعدين انا دخلت عليها فجاه لقيتها غرقانه في دمها. يعني لازم تحبك التمثيليه اللي بتعملها لدرجة انها تعور نفسها وتعرض حياتها للخطر؟ عموما حتى لو مش هي، هو السارق هيكون فعلا من الشارع زي ما انت قلتي، وقريب هنوصل له. ممكن تديني مواصفات المجوهرات اللي اتسرقت؟ قبل ما ادي لحضرتك مواصفاتها عايزه اقول لك حاجه مهمه جدا. المجوهرات دي انا كنت ناوي ابيعها، وبتمنها كنت هعمل عمليه لامي، فارجوك يا ريت تهتم بالموضوع. Sir, your room will be 509. The elevator is up to this side.
Have a lovely stay. Thank you. Thank you. مش معقول. فريدة، انت بتشتغلي هنا من امتى؟ وانت مالك؟ اكيد طبعا مش عايزة حد مننا يعرف انك سوري. يعني وفري على نفسك الكام سوري الجايين. انا ما بعملش اي حاجة غلط ولا عيب. طبعا ما انا عارفة انك ما بتعمليش حاجة عيب. واحدة زيك مثلا وفي ظروفك ديت اكيد لازم تشتغل اي شغلان. امال هتاكلي وتشربي منين؟ انا مش فاضية لك وعندي شغل. ما انا جايلك في شغل. كريم طلب مني ان انا احجز كابانة على البول، علشان طبعا عايزين نقضي الويك اند مع بعض. بس طبعا مش هينفع، مش معقول انا وكريم هنقعد ناخد تين. انت هنا يا عيني واقفة على رجليك تستحملي غلاسة اللي يسوى ولا ما يسواش. اديكي قلتيها، اللي ما يسواش. خلص ولا لسه؟ هو ايه اللي خلص؟ الكلام اللي انت حافظاه وجاية تسمعيه لنفسك طول السكة. لا ده انت خيالك واسع جدا. خيالي واسع؟ ولا انت عرفتي ان انا شغالة هنا وقلتي ان انت ما تضيعيش الفرصة الفظيعة دي وتيجي هنا علشان تبردي نارك، صح ولا غلط؟ تصدقي ان انت قلبك اسود وكارهة كل الناس وما بتحبيش غير نفسك يا فريدة؟ يا حرام، مسكينة يا حياتي. لمي لسانك واحترمي نفسك. انت عارفه انت بتكلمي مين؟ انت بتشتميني؟ إيه؟ انا ايه ده؟ ايه ده انت بتشتمي الجيست؟ استر عادل انت مش عارف ايه انت مخصوم منك 5 ايام. احنا اسفين جدا يا هانم ومستعدين لاي طرديه. طرديه ايه وخمس ايام ايه؟ دي ما يكفيهاش 5 ايام. واحده زي دي المفروض انها يتقطع لها لسانها عشان تعرف تتعامل مع الناس المحترمه. اخرسي، قطعي لسانك انت واللي زيك. لا انت زودتيها قوي يا فريده. مش قلت لك 5 ايام مش كفايه؟ المفروض ترفضوها احسن. خايف على الجيست؟ انا بقى سايباها مخدره. افرح. انت السبب في كل اللي حصل ده. هو انا اللي كنت رحت لفريده الاوتيل؟ اكيد انت اللي قلت لدينا ان فريده شغاله هناك. لا انا قلت لكريم، انا ما قلتش لدينا اي حاجه. هو طبعا كريم قال لدينا. تقدر تقولي لي بقى انت قلت له ليه؟ هو فضل يسالني لحد ما وقعني في الكلام. شفت بقى؟ شفت ليه هم مش عايزين يستغنوا عنك؟ عشان بتنقل لهم الاخبار. على فكره بقى دي تاني مره تحسسني ان انا ماليش اي قيمه في الشركه دي. انت خطبتني ليه طالما انت حاسس ان انا شخصيه فتانه وتافهه بالشكل ده؟ انا ما قلتش كده. وبعدين ما تدخلش الامور ببعضها. انا ما بدخلش المواضيع في بعضها، انت اللي مدخل المواضيع كلها في موضوع واحد. فريده علوان. عشان فريده علوان كده هتقول ان انا فتان. بنقل اخبارها لكريم الشرقاوي. وهي كانت اشتغلت في اوتيل سري، ما اي حد كان ممكن يشوفها ويفتن عليها. في ايه؟ في ايه يا عزه؟ انت حطها في دماغك ليه؟ انا مش حطها في دماغي، انت اللي حطها في دماغك ومش راضي تطلعها. وبعدين استمريت في الشركه دي بس بعد ما هي طلبت منك كده. ألف حمد لله على سلامتك يا ألفت. ما تتصوريش كنت تعبانة قد إيه طول ما أنت في المستشفى. علشان كده ما فكرتش تيجي تزورني. كنت عارف إن فريدة هناك. فريدة مش كرهاك زي ما أنت فاكر. بأمارة ما قلتيلي تعالى دلوقت وهي مش موجودة. هي بس قلقانة من المشروع كلمتيني عليه. ألفت أنا عايزة أنتشلكم من هنا. وديكي شفتي شقتكم إزاي اتسرقت في عز الظهر. عموما ما بقاش يجي منه. أهو الذهب ضاع كله. الذهب ضاع لكن الشقة لسه موجودة. إيه وجيه، الشقة دي حاجة تانية خالص. الشقة دي آخر حاجة. أنا آسف أوي يا فريدة على كل اللي حصل. أنت ذنبك إيه؟ ما أنا اللي قلت لبابا إنك شغالة في الأوتيل. وبابا قال لي لعزة وعزة قالت له.
دي حاجة كانت هتتعرف كده كده. أنا بس اللي مكنتش عاملة حسابي إنها هتتعرف بدري كده. يعني إيه؟ خلاص؟ مفيش أمل تكملي شغل في الريسبشن؟ مش قادرة أستحمل المدير ولا هو كمان طايق. أظنش هقدر أرجع الأوتيل بعد اللي حصل. أنا كل اللي بفكر فيه دلوقتي إن أنا أرجع المجوهرات اللي سرقوها عشان أعمل عملية لماما. أنا مش مرتاح لعملية السرقة دي. اشمعنى يعني السرقة حصلت في الوقت ده بالذات؟ فاكر لما كانوا بيقولوا لنا زمان في الامتحان خلي السؤال الصعب للآخر؟ آه طبعا. أنا بقالي كتير قوي حاسة إن أنا في امتحان طويل. كل ما ألاقي سؤال صعب أسيبه للآخر ألاقي اللي بعده أصعب منه. المعلم ربيع هو في حد غيرك بيجيب لنا الحاجات دي؟ والله ده كتير قوي يا معلم ربيع. لا كتير ولا حاجه يا ست الكل، اتكل انت على الله يا ابني. حاضر يا معلم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اتفضل. يزيد فضلك يا ست الكل. ايه يا حريص مش حاسين شويه شاي من ايدك الحلوه دي بقى؟ هو انت كل ما تشوفني تقول لي اعمل لنا شاي؟ مودي عيب كده. حاضر اعمل له شاي. اهلا بيك يا حاج. معلش هي مامي نايمه مش هقدر اصحيها. لا يا ست الكل ما صحاهاش ولا حاجه. مين قالك انك عايزه تصحيها؟ اتفضلي يا ستي. ايه ده يا معلم؟ دول 2000 جنيه دفعه كده تحت حساب عمليه الست الوالده. هي حصلت للدرجاتي يا ستي؟ هي نوايا تسند الزير وان شاء الله الدفعه الجايه هتبقى اكتر من كده بكتير، لان هنلم من اهل الحته كلهم. اه ده انتوا كمان هتشحتوا علينا في الحته كلها. يا ستي لا شحته ولا حاجه، دي عملية تكافل اجتماعي ماشيين عليها هنا في الحتة، وانتوا خلاص بقيتوا مننا وعلينا. رجع للناس فلوسها يا معلم. لا 2000 جنيه ولا حتى 20000 جنيه هينفعوا في عملية ماما. العملية هتكلف أكتر من كده بكتير. وإحنا مش بنقبل صدقة من حد. يا ستي لا صدقة ولا حاجة. طب إيه رأيك بقى؟ أنا عندي اللي يدفع 50000 كلهم. إيه؟ حد هيسلفنا المبلغ؟ لا مش سلف. هيدفعهم مهر. لا أغلى وأجمل عروسة في الدنيا كلها. إيه ما رضيتيش ليه أمر الزمان؟ مش عارفة إن الكلام عليك أنت والعين عليك أنت وإن أنا العريس اللي هيحط لك المهر ما بين إيديكي. غريبة قوي يا معلم، متجوز ثلاثة وبتفكر في الرابعة؟ طب عليا اليمين، لو كنت شفتك قبل ما أتجوزهم ما كنت اتجوزتهم من أساسه، وأنا أصلاً طيفة قوي بناحيتهم كده صدفة. يعني عملية أمي قصاد جوازي منك. قولي اه انت بس، سو كاتب الكتاب هبقى في نفس المستشفى اللي هيحصل فيها العمليه. قولي اه وارحمي قلبي اللي من ساعه ما شافك ما بطلش دق. قولي اه وريحي عينيا اللي ما شافتش حرمه من بعدك. ارحمي بقى. ارحمني انت وسيبني في حالي الله يخليك. وخد الحاجات بتاعتك معاك وانت ماشي. الشاي. لا هنشربه بقى يوم فرحك يا عريس. هعمله المرة الجاية. مالك زعلانة ليه؟ عشان المعلم ربيع اللي ما بيفكش الخط عايز يتجوزك على مراتاته التلاتة؟ وماله؟ حد غيره هيديك 50000 جنيه اللي هتنقذي بيهم حياة أمك؟ 50000 جنيه مهرك. 50000 جنيه كان ابوكي بيشتري لك بيهم كوليه الماس في عيد ميلادك وتضطري تاخديه منه عشان ما تكسفيهوش. الو كابو حبيبي، بابا انت فين؟ انا بتكلم من لندن. اسمعيني بس، مفيش وقت الكلام ده خالص. انا اسف ما قدرتش اقول لكم اني مسافر، بس كل اخباركم عندي وعرفت ان ألفت لازم تعمل العمليه. فلوس العمليه معايا بس مش عارف ابعتها لكم.
انا عايزك تيجي هنا تاخدي فلوس تجيبي لي ورق مهم جدا محتاجه هنا، والمره اشوفك عشان انت وحشتيني قوي. اسمعيني كويس، انا هقول لك تعملي ايه بالظبط عشان تيجي في اقرب فرصه ممكنه.
متر سليم كلمني بلغني ان رمزي خرج بكفاله من السجن لغايه ميعاد المحاكمه. في ايه يا حبيبتي؟ لاول مره تيجي اوضتي كده تخشي من غير ما تكلميني، ايه الحكايه؟ لا ابدا، اصلي اول ما جيت كان باب اوضتك مقفول. عايزه اكلمك في موضوع مهم. على الله يكون الموضوع اللي مخليني اسبوع مش عارفه اكلمك. انا هسافر لبابا. هو كلمك؟ اه كلمني واتفقنا على كل حاجه. يا سلام، اتفقتوا على كل حاجه؟ ها، اتفقتوا على ايه بقى؟ اتفقنا انه هيديني فلوس العمليه بتاعته وفلوس تانية نقدر نعيش بيها لحد ما نقدر نسافر له ونبقى معاه، وشوية أوراق كمان كان نسيها قبل ما يسافر. يعني خلاص أقنعك إننا نهرب وراه؟ مامي محدش أقنعني بحاجة، أنا اللي أقنعت نفسي. أنت مش شايفة كل اللي حصل لنا هنا من غيره؟ والله أعلم إيه اللي ممكن يحصل لنا تاني. طب هنقول إيه لأحمد لما يرجع من المدرسة؟ لا، مودي مش لازم يعرف ولا أي حد تاني لازم يعرف لحد ما سافر وارجع. هنقول إيه لو حد سأل عليكي؟ مش عارفه ايه. قولي سافرت الغردقه شرم الشيخ تشتغل في فندق هناك، ما عجبهاش الشغل ورجعت تاني. كنت عرفت اللي جرالنا كنا وحشناك اكتر من كده بكتير. انت عارف كويس قوي اني سبتكم غصب عني، ما كانش ينفع استنى اتحاكم على جرائم انا ما عملتهاش. حياه فريده ما عملتهاش؟ حياه بنتك بتشك في ابوك يا فريده؟ مش حكايه بشك فيك يا كابو، بس انا هتجنن من ساعه ما كل ده حصل. مش قادرة استوعب ان كل السنين اللي فاتت دي ممكن نكون عيشنا بفلوس حرام. اوعي تقولي كده، هيجي اليوم اللي تعرفي فيه ان انا بريء من معظم الجرائم اللي اتهموني بيها، حتى الاخطاء اللي بيحاسبوني عليها ما عملتهاش لوحدي ولا بمزاجي. ايوه بس انت قدرت تهرب، واحنا لوحدنا فضلنا ندفع ثمن هروبك ده وثمن الغلطات اللي انت بتقول عليها. الوضع ده مش هستمر كتير، قريب جدا هتيجي تعيش معايا. عيش معاك هنا؟ واضح ان انت مرتب لكل حاجه كويس قوي. ده اللي انا اتعلمته من ساعه ما جيت لندن. اتعلمته من مين؟ من رجال الاعمال اللي هربوا من مصر وجم هنا قبلك؟ الناس هنا ما بتضيعش اي وقت، كل واحد عارف كويس قوي عايز ايه وهيعمل ايه. تعرفت ان كريم الشرقاوي اشترى الشركه بتاعتك بكل اللي فيها؟ عرفت، بس مش هقدر اعمل حاجه. الحكايه مش مباني ومكاتب موظفين ومشاريع على الورق مستنيه للنفاذه. امال حكايه ايه؟ دماغ عمرها ما كانت عند ماري الشرقاوي ولا ابني. في ايه يا كاب؟ انا ليه حاسه ان انت مش زعلان على الشركه اللي قعدت سنين تبنيها؟ طبعا زعلان على الشركه وعلى كل حاجه عملتها في مصر ضاعت مني، بس عمري ما اخلي زعلي ده يهزمني ولا يعطلني على المشاريع اللي عايز اعملها هنا. Thank you.
صاحبته انت وهو مش كده؟ هو مين اللي صاحبها؟ حامد ايوب. تعرفين ليه؟ ابدا، شفته مرة قبل كده لما جيت هنا لندن. انا هو لسه مش صحابه، بس عندي قرب منه اكتر من كده بكتير. يا سلام، قد كده الراجل ده بقى مهم قوي. ده سكت اعتبريه كتالوج حي من كل اللي ماشيين عليه. كتالوج حي عشان ايه؟ تبداوا البيزنس جديد والفلوس اللي رجعتوا بيها من مصر؟ كلها 5 6 سنين، ببقى اكبر من حد. ايه يا كابو، انت ليه بتتكلم كانك هتعيش هنا العمر كله؟ طب وليه لا؟ طالما القانون هنا بيحميني اديني فرصه ابدا حاجه من جديد. اه القانون، قصدك قانون عدم تبادل المطلوبين؟ فريدة، أنا مش هرجع مصر من دراسة مرفوعة، وبعد ما تشطب اسمي من قائمة المطلوبين اللي بتتكلم عنها. طب خلاص، خلاص هدي نفسك. أيمن، لسه متعين جديد في سفارتنا هنا في لندن. انت اللي بتعملي ايه هنا؟ يعني كلها كام سنة ونلاقيك سفير ولا وزير خارجية وما نعرفش نتكلم معاك؟ انت اللي خلتيني اسافر. انا ليه بتقول كده؟ هربت من مصر ومن ابويا ومن نفسي لما عرفت ان انا مستحيل هنكون لبعض في يوم من الايام. مين عارف، مش يمكن ده كان في مصلحتك؟ ساعات بفكر وبسأل نفسي، هفضل كده طول عمري هسافر من بلد لبلد؟ معلش، لحد ما تلاقي اللي انت بتدور عليه. المشكلة لغاية دلوقتي مش عارف أنا بدور على إيه. دي مشكلتنا كلنا. عاوزة تفهميني لغاية دلوقتي ما لقيتيش اللي أنت عاوزاه. دايماً هو في إيه؟ أنا ليه حاسة إن أنت بتقول نص الكلام اللي جواك والنص التاني مخبيه؟ أنا مخبي سرك اللي أنت مخبيه عن الناس كلها. وتفضلي طول عمرك مخبيه. طمني. الشنطه دي هحط فيها الفلوس اللي هتدفعيها في عمليه ماما، ومبلغ تاني تصرفه منه لحد ما تقدر تجوي هنا. على ده بقى امك تعال وتسحب قضيه الطلاق دي بعد ما العيال ده. انت جبت المبلغ ده منين؟ من الفلوس اللي حولتها هنا قبل ما اجي. اوعى عقلي كلك ان الفلوس دي حرام.
او اني خدتها من البنوك وهربت بيها. الفلوس دي انا عملتها بعرق وشقيه طول السنين اللي فاتت دي، واللي اتاخد اكتر من 3 ارباع غصب عني. مين الناس اللي جابوا لي التاشيره في مصر وساعدوني لحد ما جيت لك هنا؟ اصحاب قدام قدرت اعتمد عليهم. وليه ما كنتش عايز حد يشوفنا وانا بديهم الباسبور وهم بيرجعوه لي تاني؟ دي اجراءات امام، متشغليش بالك بيها. المهم انت هتحطي هدومك في الشنطه دي وتطلعي بيها الطياره. الشنطه فيها جيب سري، ده اللي هتحطي فيه فلوس عشان لو اتفتشتي في مطار القاهره ما يلاقوش حاجه. يعني ايه؟ هو انا ممنوع ارجع بفلوس مصر؟ في الاحوال العاديه هيعتبروا مبلغ زي ده غسيل اموال ولازم تثبتي مصدره. اما في حالتنا احنا فهيبقوا عارفين كويس قوي ان الفلوس دي من عندي انا. يعني ايه كاب؟ انا هخش مصر بالفلوس دي متهربه؟ لو كان عندي طريقه تانية ابعت لكم بيها الفلوس ما كنتش جبتك هنا عرضتك للموقف ده ابدا. بتعمل ايه في لندن؟ كنت هناك علشان بطمن على اخويا، هو عنده السكر، الدكتور بتاعه هناك. سافرت المخصوص عشان تطمن عليه؟ حضرتك تقدر تتاكد من المستشفى، ميعاد الزياره بتاعي هناك متسجل بالدقيقه. وشاكر بيه كان معاك في الزياره دي؟ ساكته ليه؟ ولا فاكره ان احنا ما نعرفش ان سافرتي لندن؟ مش هتقدر تخبى عننا حاجه، احنا عارفين هو فين من قبل ما تسافري. طالما عارفين هو فين ليه ما قبضتوش عليه لحد دلوقتي؟ الانتربول المصري بلغ الانتربول الدولي بالقبض عليه، والحقيقه كلها مساله وقت. مساله وقت ولا مساله قوانين انجليزيه مستنيين انها تتغير؟ خلينا دلوقتي في القوانين المصريه. الفلوس اللي لقيناها معاك في الشنطه ليه ما اثبتهاش في الايقاف وانت داخله البلد؟ لاني ما كنتش عارف انها معايا اصلا. يعني شاكر بيه حطهم لك في الشنطه من غير ما تعرفي؟ في الحقيقه 100,000 استرلين حطهم لك في الشنطه دون علمك؟ بقول لحضرتك ايوه، لانه عرض عليا فلوس وانا رفضت. كويس انك رفضتيها عشان ما تزعليش لما ناخدها منك. هل تقبلين التنازل عن المبلغ مقابل عدم تحريك الدعوه الجنائيه ضدك؟ هتنازل. في ايه يا فريده؟
في ايه يا حبيبتي؟ الله، ده انت من ساعة ما جيتي وانت مش مظبوطة. ابوكي حصل له حاجة؟ ما تتكلمي بقى يا فريدة. صدروا كل الفلوس اللي كانت معايا، 100,000 استرليني كانوا هيخرجونا من الذل اللي احنا فيه. هما ليه عايزين يسللونا اكتر من كده؟ فاهمين ان بكده يقدروا يضغطوا على بابا ويرجعوه من بره غصب عنه. هي الفلوس دي بتاعتهم، بتاعتهم علشان ياخدوها مننا. هما فاهمين انها بتاعتهم عشان خدها وسافر من وراهم. مش كفايه اللي صدروه لغايه دلوقتي؟ دول خدوا مننا عمرنا. مامي عشان خاطري ما تزعليش نفسك، انتي عارفة ان قلبك مش هيستحمل كل ده. قلبي، قلبي هو السبب في كل اللي جرالنا. لولاه ما كناش اتبهدلنا البهدلة دي كلها. اتفضلي نزلين اعلان في الجرنان عن بيع قصرنا في مزاد علني، شوفي بقى هيكسبوا من وراه قد ايه. بخلانين علينا بفلوس العملية اللي هتنقذ حياتي. متخافيش يا مامي، بنتك قدها وقدود. ان شاء الله هقدر اجيب فلوس العملية وتعمليها قريب اوي. هتعملي ايه يا فريدة اكتر من اللي انت عملتيه يا بنتي؟ سافر دي علوان. حضرتك تعرفني؟ انا كنت بشتغل في شركه الوالد زمان قبل ما اغير الكارير وابقى خبير مؤتمن. حضرتك عرفتي ميعاد المزاد منين؟ عرفته من الاعلان اللي في الجورنال. حضرتك جايه تشتريه تاني؟ لا في الحقيقه انا بس جاي اشوف مين هيشتريه عشان اوصيه ولو في سري انه ياخد باله منه. بتحبيه للدرجه دي؟ تقدر تقول عشت معظم عمري هنا وليا ذكريات في كل حتة فيه، بس عندي أمل أرجع له تاني في يوم من الأيام. عن إذنك. أبدأ بيع المزاد العلني لبيع القصر ومحتوياته، وذلك بناء على قرار المحكمة الصادر ببيع القصر المملوك للسيد شاكر محمد أحمد علوان. وتم تحديد جلسة المزاد العلني بتاريخ اليوم، والقصر كان في المنصورية بحي الهرم محافظة الجيزة، ومساحته الإجمالية وملحقاته 10 فدان، ومبنى القصر 3 أدوار، الدور الأول ريسبشن ومطبخ، والدور الثاني 3 حجرات نوم وريسبشن، والدور الثالث حجرتين ومكتب وريسبشن، ومساحة المبنى 1500 متر مربع، وتبلغ مساحة الحديقة التي تحيط بالمبنى 10,000 متر. وبحضور السادة مندوبي الرقابة الإدارية ومندوب عن وزارة التجارة، تم تقدير فتح البيع بالمزاد بثمن أساسي 30 مليون جنيه. وقبل ما نبتدي المزايدة
شروط المزاد 50% عربون إجباري بالإضافة إلى 10% عمولة خبرة وتتمين، يعني كل جنيه بيزيد 10 ساغ. واللي بيشتري يبقى عامل حسابه إن في جيبه 50% من قيمة الكلام اللي بيقوله. 30 مليون. 32 مليون جنيه. 32 مليون. 33 مليون. 33 مليون. 33 مليون. 34 مليون. 34 مليون. 34 مليون. 35 مليون. 35 مليون. 35 مليون. 35 مليون. 40 مليون. 40 مليون. 40 مليون. 40 مليون. ان فوا دي فوا. و40 مليون. انا تري. الف الف مبروك. الأستاذ كريم الشرقاوي. مش معقول، أنا مش مصدق. لا صدق يا خالي، والقصر يستاهل على فكرة. أنا معاك، بس إحنا مالنا وماله إذا كان أساساً معناش تمنه. معنا 30 مليون في البنك. طب وهجيب بقية المبلغ منين؟ الشاليه بتاع راس صدر مش عايزه، نبيعه. والشقة اللي في مارينا كمان مش عايز نبيعها. ولا الاتنين دول يكملوا بقية المبلغ. خلاص يبقى نبيع ارض الفيوم. معقول يا كريم؟ ده كلام ناس عاقلين. بقى انت عاوز تبيع كل حاجه عشان تشتري حاجه واحده بس؟ القصر ده يستاهل يا خالي. انت متخيل احنا ممكن نبيعه بكام كمان 3 4 سنين؟ انت عاوز تقنعني انك هتاخد القصر ده استثمار؟ لا يا كريم، انت اخدت القصر ده غيظا في شاكر علوان عشان تبقى اخدت منه كل حاجه. لسه يا خالي، لسه مخدش كل حاجة بتاعت شاكر، لسه هاخدها. مبروك علينا. ألف مبروك يا ألفة. المحكمة حكمت لك بالطلاق. متصور انك هتكوني فرحانه لما تسمعي الخبر. الحمد لله. مش قلت لك المره اللي فاتت ان الحكم يكون لصالحك الجلسه الجايه؟ بس انا ما كنتش مصدقاك. انا كنت متاكد ان هروب شاكر هيكون في صالحك وهيخلي المحكمه تتعاطف معاكي. الحكايه دي جت متاخره قوي يا وجيه. دول طلقوني بعد ما بيعوني كل حاجه علشان اسدد الديون. ألفة، المهم انك خدت حريتك ودلوقتي تقدري تبتدي من اول وجديد. ايه الاجراءات بعد كده؟ لا سيب الاجراءات ده عليا انا، المهم انك تفكري في اللي جاي. انت مبسوط عشان بابا وماما اتطلقوا؟ حبيبي انا بعمل لمصلحتكم. احمد خش اوضتك. انا ما بحبش الراجل ده، ما بحبوش. احمد بيهيف على اوضتك. انت ايه اللي جابك هنا دلوقتي؟ جاي عشان تبارك لماما على الطلاق اللي كان ليك شرف الحصول عليه، ولا عشان شمتان فينا انك حرمتنا من ابونا؟ فريدة عيب كده؟ عيب كده؟ مفيش عيب اكتر من اللي عمله الاستاذ. مش احمد بس اللي بيكرهك، انا كمان بكرهك. ألفت، انا بتهان في بيتك. انا متأسفة يا وجيه، متأسفة. فريدة مش من حقك تكلمي عمك وجيه بالطريقه دي. عمي قريب قوي هتعرفي قد ايه البني ادم ده خدعك، بس ساعتها هيبقى الوقت فات.
هتفضلي ندمانة طول عمرك. ألفت، عن إذنك. أحمد يا حبيبي، كل شيء في الدنيا دي اسمه ونصيب. مش احنا اللي اخترنا ان بابا وماما يتطلقوا؟ ماما هي اللي اختارت. اللي اسمه وجيه ده هو اللي خلاها تعمل كده. ماما كانت زعلانة من بابا، كانت متخيلة ان طلاقها منه هو الحل. بابا وحشني قوي، ازاي يسافر ويسيبنا لوحدنا؟ بابا عمره ما يسيبنا لوحدنا، هو بس ظروفه وحشة، بس ان شاء الله لما تتحسن هيرجع لنا تاني. ازاي هيرجع ماما متطلقة منه؟ مين عارف، مش ممكن يرجعوا لبعض تاني؟ طب احنا نخليهم يرجعوا تاني ازاي؟ مش عارفة، بس ممكن نفكر. اللي نقدر نعمله دلوقتي ان احنا نقوم نتوضى ونصلي وندعي ربنا ان هو يحل لنا كل مشاكلنا، وندعي ان اللي اسمه وجيه ده يبعد عننا، وندعي كمان انه يبعد عننا وجيه ده. في اوتيل اسمه ايفر جرين، هروح احاول ابيع الفساتين دي هناك. هي حصلت نبيع هدومنا يا مامي، مبقاش عندنا حاجه تانية نقدر نبيعها، وبعدين انا لحد دلوقتي مش عارفه اجيب مصاريف علاج مودي منين. خساره الهدوم الغاليه دي، دي لو اتباعت في اوبن داي مش هتجيب نص سعرها. هنقول ايه للناس لو شافونا بنبيع هدومنا؟ ما تخافيش يا ماما، ما حدش هيشوفني هناك، انا اول مره اروح الاوتيل ده. ايه ده يا استاذ هلال، انت رايح فين؟ مبروك يا نساء فريده، انا اصلي خلاص ماشي من العماره. انت بتبارك لي عشان ماشي من العماره؟ طبعا، على الاقل انت هتستريحي من باقي كفت ليل ونهار. انت لقيت شقه تانيه ولا ايه؟ لا لا، انا ما لقيتش شقه ولا حاجه، انا الصراحه معزل رغم انام فيها. يعني يبقى اكيد المعلم ربيع مرضيش يجدد لك في دفتر الشقق. لا خالص،
ريتها تقف عند المعلم ربيع. شوف حضرتك، انا مفيش محل في الشرق الاوسط ما شكتش منه. صراحه انا مش عارف ايه البلد دي، ازاي يعني صحفي موهوب زي كده يتمرمط المرمطه دي؟ ما انت اللي مش عايز تشتغل. وانا لقيت جورنال يقدر موهبتي وما اشتغلتش. هو لازم يعني في جورنال؟ الله يرحم ابويا ما كانش عارف اني هتمرمط بعد ما يموت كده. تصوري حضرتك، ده حتى العربيه اللي سابها لي مش عارف ابيعها لانها من غير موتور. هو والدك كان بيشتغل ايه؟ بابا كان ملاحظ عمال في الحديد والصلب، بس كان نقابي جليل، ضيع عمره كله في الدفاع عن العمال وحل مشاكلهم. يعني الكلمتين اللي كنت بتقولهم لي اول ما جيت العماره بتاع البرجوازيه العفنه كنت بتسمعهم عنه؟ يا قصد حضرتك ان انا حافظ كلام وبرديده زي البغبغان؟ لا سمح الله، انا ما قلتش بغبغان، انت اللي قلت. وبعدين اللي كان بيعمله والدك ده كان شيء محترم. ولعلمك بقى انا عندي ليك شغلانه. شغلانه ايه؟ هتشغليني في مجله حائط؟ لا قول لي الاول، بتعرف تسوق كويس؟ اه طبعا انا بسوق كويس جدا، هي بس العربيه اللي معايا اللي ما بتعرفش تتساق. نشوى صاحبتي كانت عايزه سواق، انا ممكن اتوسط لك عندها. سواق؟ انا على اخر الزمن اشتغل سواق؟ ماله سواق، ما هي شغلانه محترم، مش بدل ما تاخد حاجتك وتروح تنام في عربيتك اللي من غير موتور؟ طب هي نشوى صاحبتك دي صاحبتك من ايام العز ولا صاحبتك يعني من اليومين دول؟ لا يا سيدي، من ايام العز. اذا كان كده الواحد يفكر. بس بقول لك ايه، اشروطي عليها، انا اقل مرتب هقبله 1999 جنيه وبالعمله الصعبه. لا عندك حق، ويا ريت كمان تعمل لها انترفيو. بجد انت انسان عجيب. صباحك فل. صباحك قشطه. اتصلت بيك؟ ما اتصلتش بحد غيري. هي عارفة كويس انت تهمين قد ايه. ميرسي قوي على مشاعرك. انا بعتلك رسالة مع عصام على فكرة، بس واضح ان هو ما وصلهاش. لا ابدا، رسالتك فعلا وصلت، بس واضح انها كانت لعصام العزازي نفسه عشان يبعد عني. ويا ترى هو فهم كده؟ يفهم او ما يفهمش مش هتفرق كتير. لا تفرق، انت عارفة يا فريدة انا بحبك قد ايه. انا اعتبر نفسي ما سمعتش حاجة. لازم تسمعيني، انا عندي استعداد احللك مشاكلك كلها بكلمة واحدة. هستناك الليلة دي الساعة 8 في مكان عزيز عليك، قصرك القديم. تتجوزيني يا ألفت؟ وجيه انت بتقول ايه؟ بقول الكلمة اللي بقالها 30 سنة في قلبي وأول مرة تخرج على لساني. انت ناسي اني انا لسه في الشهور العدة؟ اللي خلاني استنيت 30 سنة يخلينا استنى 6 أسابيع بتوع العدة؟ انت حاسبها بالأسبوع؟ أنا حاسبها باليوم والساعة والثانية. أنا مش عارفة أقول لك إيه. تقولي إنك موافقة، خلي الدنيا تضحك لي من أول وجديد. أصلك جاي في وقت صعب قوي. مفيش صعب، طول ما أنا موجود معاكي. مش
مش عارفة الأولاد ممكن يستقبلوا خبر زي ده إزاي. الولاد تقدر تمهدي لهم لغاية ما تخلص فترة العدة ونكتب الكتاب، هيكون رضيوا بالأمر الواقع. وإيه هو الأمر الواقع؟ إننا نتجوز وتيجي تعيشوا معايا في المهندسين، وتبعدوا بقى عن الروضة ومشاكل الروضة. ظهر إنك ناسي إنه قلبي مريض وتعبان عايز عملية. قلبك هيتولد من جديد على إيديا زي ما قلبي هيتولد من جديد على إيديكي. رأفت، أنا قاعدة زهقانة ومش لاقي حاجة أعملها، وكنت بفكر يعني أسافر أدور على ابني. تكدبي يا مديح صح؟ دي مسافرة طبعا تقابلي شاكر. وماله؟ مش جوزي وأبو ابني اللي جاي في السكة؟ خلاص يا ستي اعمل اللي انت عايزاه، ما كل واحد دلوقتي بيعمل اللي هو عايزه. ليه ما بتفكرش تيجي معانا ايمن هناك، وهو نبقى احنا الأربعة مع بعض بدل ما تقعد هنا لوحدك؟ رأفت، انت ما عدلكش حاجة هنا تبكي عليها. حضرتك قصدك ان انا انتهيت يا ست هانم؟ مش كده، الكلام ده مش مظبوط. انا قوي واقوى مما كنت. اللي حصل ده مجرد سحاب السيف، وهتعدي. بكرة هيعرفوا قيمتي ويرجعوا لي حقي. اتأخرت يا فريدة. أنا ما كنتش جاية أصلا. عايزة يبقى في ميعاد ما بيني وما بينك في القصر بتاعك ومفيش؟ ده مش القصر بتاعي، القصر بتاعك أنت. لا يا فريدة، القصر ده بتاعك، كنت عايشة فيه لأنه كان بتاع أبوكي، ودلوقتي هتعيشي فيه لأنه بتاع جوزك. أفهم من كده أن أنت عايز تتجوزني؟ مش قلتلك مشاكلك كلها تتحل بكلمة واحدة؟ يعني انت عايز تتجوزني عشان تحل كل مشاكل، مش كده؟ جوازي منك ده حلم قديم يا فريدة، ومتهيألي جا الوقت ان احنا نحققه. طب ما احنا كنا متجوزين قبل كده وانت اللي سبتني. صح، بس دلوقتي الظروف اتغيرت. اتغيرت ازاي؟ ايه اللي اختلف يعني؟ ان انت خليتني انزل ابننا، ولا انك لسه فاكر ان ابويا قتل ابوك وهرب على برا؟ ما بلاش نتكلم في اللي فات عشان نعرف نفرح باللي جاي. ما قلتليش ايه رايك؟ كل حاجه زي ما هي، انا ما غيرتش حاجه واحده علشان لما تيجي تحس ان القصر لسه زي ما هو. حتى الخدم كلهم جبتهم لك. انت غلطان يا كريم بيه، انت جبت الخدم دول علشانك انت مش عشاني انا. ازاي يا فريدة؟ انا فهمك ازاي يعني. انت قدرت تاخد شركة ابويا ومشروع ابويا وقصر ابويا وعربيات ابويا وطيارة ابويا وكمان الخدم بتاع ابويا، بس فاضل حاجة صغيرة قد كده مش عارف تاخدها، بنته. عايز تاخد بنته عشان تزله وتزلها، مش كده؟ مش كده، بس انت ناسي حاجة مهمة قوي يا فريدة.
ان انا بحبك. تحبيني؟ اذا كان ده الحب في وجهة نظرك كان زمان القيامة قامت من زمان قوي. فريدة انتي بتضيعي من ايديكي فرصة كبيرة قوي. نتجوز انا وانتي ونعيش هنا في القصر بتاعك، ونبعد نجيب امك واخوكي ونعيش كلنا وتبقي مبسوطة. انت عمرك ما فهمتني، عمرك ما عرفت تحبني، بس عرفت كويس قوي ازاي تخليني اكرهك. انا بحاول انسى كل حاجة عملتها فيا، بس انا عايزاك تفتكر حاجة واحدة بس، ان انا اسمي فريدة شاكر علوان، مش ممكن في يوم من الايام هيبقى اسمي مدام كريم الشراوي. فريدة انت جيتي النهارده ليه؟ عشان اتفرج عليك وانت في قمة ضعفك. وداعا لكم، وداعا للشباب الذي قضيته بينكم، فبالأمس وحسب التقينا في حلم، وغنيتم لي في وحدتي، ومن أشواقكم أقمت برجا في السماء. ها هو ذا النوم قد ولى، وحلمنا قد انقضى، انحصر الفجر والظهيرة فوق رؤوسنا، وقمنا من غفوتنا إلى رائعة النهار، ولا مفر من الرحيل. خلاص خلاص، انا كويسه قوي، مش محتاجه عمليه ولا حاجه. ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده يا ماما؟ الدكتور خليل اكد ان انت محتاجه العمليه وبسرعه كمان. الدكاتره يقولوا زي ما هم عايزين. ها اصلهم مش هيدفعوا حاجه من جيبهم، ولا اتسرق منهم الذهب اللي كان حيلتهم. مش عايزين نيأس بسرعه، انا مش ساكته وبحاول. خلاص ما تحاوليش، انا هريحك مني ومن مصاريفي كلها. تريحيني ازاي؟ وجيه طلب يتجوزني، كنت بحاول اكدب نفسي. وجيه مش وحش، وبعدين هو الوحيد اللي وقف جنبي في عز ازمتي. وقف جنبك عشان تطلقي من بابا. انا مش عارفه انت ليه بتكرهيه، وانا مش عارفه انت ليه بتحبيه. عشان متاكده ان هو بيحبني وهيتجوزني، هياخدنا كلنا نعيش معاه. ياخدك تعيشي معاه، انا وموتي هنفضل هنا. فريدة انا مش فاهماكي، ما انت لو كنت قبلت عرض كريم واتجوزتيه كانت اتحلت كل مشاكلنا. دلوقتي مش عايزاه نتجوز، بطلي انانيه. انا مش انانيه، انت بس اللي مش فاهمه حاجه، مش فاهمه اي حاجه. كان نفسي اجيب لك اخبار كويسه، بس ايه؟ ألفت اتصلت بيها من شويه وقالت لي ان فريده مش موافقه على جوازنا. طب احنا عارفين انها مش هتوافق اكيد من اول مره. ألفت كمان قالت لي انسى الموضوع ده. وانت بقى عايز تنساه؟ أنا سمعت كلامك وقدرت أطلق ألفت من جوزها، بس موضوع الجواز ده، موضوع الجواز ده هتقدر عليه هو كمان يا وجيه، وكله بحسابه. أنا عارف أنت عايزني أتجوز ألفت ليه، علشان فريدة تلاقي نفسها وحدها تضطر ترجع لك. وأنا مش عايزك تخطط وتفكر، ماشي؟ أنا عايزك تنفذ وتقبض وبس. حاضر، هحاول مرة تانية. لا مش مرة واحدة، انت هتفضل تحاول مرة واثنين وعشرة لغاية لما نوصل للي انا عايزه.
صباح الخير يا استاذ هلال. صباح النور ازي حضرتك. مبروك على العربيه الجديده. حضرتك بتتريق عليا ولا ايه؟ دي عربيه الست نشوى صاحبتك اللي انا هشتغل عليها. طب هايل، يبقى مبروك على الشغل الجديد. يلا، ولو انها شغلانه يعني لا تتناسب مع ثقافتي ومؤهلاتي لدرجة ان انا مش عارف لو اي واحد من القراء عدى دلوقتي وشافني وانا بغسل العربية كده بانهي وش هيقرا لي اي مقالة من مقالاتي. ليه بس يا استاذ هلال؟ مش القراء بتوعك برضو من الطبقة الكادحة؟ خلاص يبقى مفيش مشكلة. اسمهم البروليتاريا، احفظيها بقى لان خلاص قربتي تبقى واحدة منهم. مش قربت، انا فعلا بقيت منهم. قولي بقى، اتوبيس 17 ده اركبه من هنا ولا من هنا؟ لا لا 17 من هنا. بس بقول لحضرتك ايه، في الست صاحبتي دي طلعت جدعه وعملت باصلها معايا وادتني مرتب شهرين مقدم زي ما انا طلبت منها، فما تحرجنيش يعني. انت شهر وانا شهر. متشكره قوي يا استاذ هلال، انا لقيت شغل ومعايا فلوس الحمد لله. متشكره قوي، من اذنك. طمنيني على مودي. كويس الحمد لله. ما جبتيهوش معك هنا؟ هو الحقيقة في المدرسة وانتهزتها فرصة ان انا اجي من وراه. ليه من وراه؟ في الحقيقة دكتور احنا الايام دي بنمر بظروف صعبة شوية. قريت في الجورنال، ربنا معاكم. ميرسي قوي. البامب بتاعت مودي كانت بتكلفني حوالي 4000 جنيه في الشهر، وانا دلوقتي مش هقدر على المبلغ ده. ده عشان ركبتوها برا مصر، لكن لو كنت ركبتوها هنا كانت هتكلفكوا حوالي 1500 جنيه كل شهر. طيب والعمل ايه دلوقتي؟ لازم نرجع للحقن. طب التغيير المفاجئ ده مش هيأثر في جسمه؟ مش كتير، انت عارفة ان الانسولين اللي داخل للجسم في الحالتين واحد. طب ومستوى السكر؟ بصرف النظر عن اسلوب العلاج، المهم الالتزام، وانا بقالي سنين ما شفتش حد ملتزم زي التزامك مع اخوكي. الحقن مش هتوجعه يا دكتور؟ انت عارفه ان حقن الانسولين تقريبا ما بتوجعش. ايوه بس انا خايفه تاثر على نفسيته. ان شاء الله هيتعود على كده. ايه المفاجأة الحلوة دي؟ وحشتيني يا مليحة. وانت وحشتني قوي. كويس انك جيت، انا كنت هموت من الملل. ابنك كان على طول بيسألني عنك وبيقول لي امتى هنسافر لبابي. ان شاء الله يتولد هنا وياخد الجنسية ويبقى وشه حلو علينا وعلى البزنس اللي هتبتديه هنا. بجد يا شاكر؟ طبعا، انا مقدرش اعيش من الشغل. في حد هيشاركك البزنس ده؟ ناس كبار قوي، هبقى اعرفك عليهم قريب. هاي يا مودي. هاي.
وانت كمان وحشتيني. تعشيت ولا لسه؟ لسه. اخبار مزاجك ايه، حلو ولا متزرزر؟ لا حلو. طب بص يا سيدي، احنا لازم نبتدي نستعمل قلم الانسولين عشان البامب كانت بتهبطك وانت نايم. انا عارف ان قلم الانسولين ارخص وانا مبقاش معانا تكاليف البامب، ماما قالت لي كده. انتي ان شاء الله مع الوقت هتتعود عليه ومش هيوجعك. ما تخافيش عليا فريدة، انا راجل وهجيبك. طبعا راجل، تراب لي دلوقتي، انا ليه مين غيرك. وجيه، أنا فكرت كتير في المشروع بتاعك. قصدك مشروعنا احنا الاتنين؟ الظاهر كده انه هيبقى مشروعك انت بس. أنا اكتشفت اني أنا ما بفهمش في التجارة خالص. يبقى أكيد فريدة حذرتك من الشغل معايا. لا 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 لا، فريدة ملهاش دعوة. أنا اللي بقيت جبانة بعد ما خسرت فلوسي كلها مع شاكر. خلاص خلاص يا ألفت، انسي الموضوع ده خالص. بص يا وجيه، لو انت رابط مشروع جوازنا بالمشروع بتاع البيزنس يبقى انت كمان تنسى خالص موضوع جوازنا. لا ارجوك، لا كل كده، مشروع جوازنا هو اهم مشروع في حياتي. وجيه مش عارفه اقول لك ايه، بس كل ما يخلص يوم من فتره العده ببقى حاسه كده اني قربت اكتر واكتر من الامتحان الصعب. امتحان جوازنا؟ لا لا، امتحان مواجهة الأولاد. أنا واجههم معاك يا ألفت، أنا مستعد أواجه معاك الدنيا بحالها. مالك يا شاكر؟ فريدة اتصلت بتقول ان ألفت هتتجوز وجيه. وجيه مين؟ ابن خالتها اللي كان عايز يتجوزها قبل ايه. هو ده اللي مزعلك؟ انا كنت عارف ان المحكمة هتطلقني منها، بس ما كنتش اتخيل انها تتجوز بالسرعة دي تاني يوم ما تخلص العدة. انت لسه بتفكر فيها؟ أنا الآن على الأولاد، هتسيبهم لوحدهم. ليه ما تاخدهمش معاك؟ الولاد أصلا ما بتوهوش. إزاي مامتهم تتجوز راجل ما بيحبوهوش وكمان تسيبهم عشان؟ مش عارف يا بديحة، أنا حاسس إن الجوازة دي وراها سر أنا ما أعرفوش. خلاص هتسيبينا يا ماما؟ سيب ولد زي القمر زيك. انا قلت لكم تعالوا معايا، انتوا رفضتوا. واحنا ليه نسيب بيتنا ونروح لبيت واحد تاني؟ الواحد التاني يا روحي ده هيبقى جوز ماما، يعني حد زي بابا بالظبط. لا مفيش حد زي بابا. احمد انت بكره هتكبر وهتفهم. انا فاهم كل حاجه، انت بتحبي الراجل ده اكتر مننا، انت ما بتحبيناش اصلا. في ام في الدنيا ما بتحبش اولادها؟ انا بحبكم يا حبيبي، انت روحي
انت ابني، انت ابني وحبيبي، انا بحبك يا احمد، بحبك يا ابني. انت اللي فهمتي اني انا هتخلى عنكم، مش محتاجة اعمل كده. هو مش دايما يقولك ان هو خلاص كبر وبقى فاهم كل حاجة؟ انتوا ما بتفكروش غير في نفسكم. ما حاولتيش تعرفي انه الجرح اللي جرحولي ابوكي ما لقيتش راجل يداويني منه غير وجيه. وجيه؟ يا ريت فعلا يقدر يداويكي منه. فريده، فريده انتي، انتي ست زي. احس بيا، احس بيا فريده. انا فكرت اني اجيبه نيجي نعيش هنا كلنا مع بعض، انا فكرت. بس انا عارفه انتوا ما بتقبلوهوش. طبعا هتجيبيه يعيش هنا ازاي اذا انتي متجوزاه اصلا عشان تهربي من هنا؟ فريده، فريده يا ريتك ولو مره واحده بس تحسي احساسي، احساس الام تجاه بنتها. بس بقى ما تتكلميش عن الامومه ولا حتى تتكلمي عن الحب. من ساعه ما وعيت عن الدنيا وانا حاسه بيكي كل يوم بتخترعي موضوع جديد عشان تهربي مني، مش واقفه جنبي، مش حاسه بيا زي كل ام ما بتحس ببنتها. انت ضنايا يا حبيبتي، انت بنت هي. الكلام ده كله ما منوش فايده فريده. انا مش هقدر امنعك ان انت تتجوزي وجيه، بس مش هقدر اضحك على نفسي، مش هقدر اقول لك مبروك. رحبيني فريده، رحبيني. يا ربي فريدة، فريدة أحمد. يا ألفت، أخيرا جه اليوم اللي قعدت مستنيه أكتر من 30 سنة. وجيه بتحبني؟ لسه ما ألفوش كلمة توصل لك قد إيه أنا بحبك. هتعوضني كل السنين اللي فاتت؟ ألفت، أنا اللي فاتني من غيرك كتير، بس أنا وإنت مع بعض هنعوض كل اللي فاتنا. فريدة وأحمد كانوا حيموتوني بنظراتهم وانا ماشيه من البيت. حرام، حرام يصدموكي ويدفعوكي ثمن عمايل ابوهم، حرام. انا عايزاك انك تحبهم، تحبهم زي ما بتحبني، وعايزاهم يجوا يعيشوا معانا هنا. تاكدي انهم مش هيقدروا يعيشوا من غيرك كتير، هيجولك يقولك خدينا نعيش معاكي. هتستحملوا؟ ألفت ولادك هم ولادي، انا اقدر استحمل الدنيا كلها عشان خاطرك، بحبك.
مش دايما تقولي انك خلاص كبرت؟ فلوسنا ضاعت وبيتنا اتباع وبابا مسافر وماما اتجوزت، سابونا لوحدنا يعني. فاكر قلتلك ايه اول ما جينا هنا؟ اهم حاجة في الدنيا ان انا وانتي نفضل مع بعض. ودينا لسه مع بعض. هبل ده يا فريدة؟ اوه انا هبلة؟ لا بس ايه اللي انت بتعمليه ده؟ بعمل حاجة كده زي اليوجا، تشغلش بالك انت. في ايه؟ عايز اقول لك حاجة بس ما تزعليش مني. شكلك عملت بلوة الصبح وانا بحلل الجهاز الكسر. ليه كده يا موتي؟ طب ليه ما قلتليش قبل ما انزل الصبح؟ خفت لحسن تزعلي مني. معلش فداك فداك. طب وانت هتعملي ايه؟ ما تقلقش هتصرف. معلش يا فريدة اتأخرت عليكي. ولا يهمك. هو انتوا لسه بتجمعوا تبرعات عشان اطفال اللي ظروفهم صعبة؟ طبعا انت عارفة ان ده اهم بند في نشاط الجمعية اللي بشرف عليها انا وزملائي اللي مهتمين بمرضى السكر. في الحقيقة انا جايلك النهارده علشان جهاز قياس السكر بتاع مودي اتكسر منه، وانا ظروفي يعني. مفهوم مفهوم. ممكن تبعتي لي مودي وانا خلي المختصين يدرسوا حالته ونشوف هنقدر نساعده ازاي. بس انتي عارفه ان هو حساس مش هيرضى يجي بنفسه. عامه انا مش عايزه احرجك معايا، مش عايزه اضايق مودي. مثلا مرسي أنا أستك. فريدة انت رايحة فين؟ لو هتكون زعلتي مني. لا ابدا مش زعلانة ولا حاجة، انا مقدرة ان انت ما تقدريش تكسري اللوائح. بس انا ممكن اعملك استثناء وفاهم رئيس الجمعية انك قدمت لنا تبرعات كتير قبل كده. بجد؟ طب هتردي عليا امتى؟ استنيني 5 دقايق. عزة قالت لي انك عايزني. كنت عايز اعرف منك ايه اخر الاخبار؟ ان شاء الله الرسومات الجديده هتكون عندك بكره. انا ما بسالش على الشغل، انا بسال عن فريده علوان. فريده علوان؟ انا عارف انكم اليومين دول بقيتوا صحابي. كنت
كنت حابب انك توصل لها رسالة. انت عارف هي رفضت ترجع الشغل هنا تاني. تفتكر هترفض كمان انها ترجع قصر ابوها؟ ازاي يعني ترجع قصر ابوها؟ انا عايز فريدة تتجوزني. والله الموضوع ده يخصكم انتم، ممكن حضرتك تقعد معاها وتحاول تقنعها. طلبتها ورفضت، والمفروض بقى ان انا اقعد اتحايل عليها لحد ما توافق، صح؟ بص عصام، الظروف دلوقتي اتغيرت، امها اتجوزت وسابتها هي واخوها لوحدهم، وهي خلاص بعت كل حاجه، ما عادش فاضل حاجه تبيعها علشان تعرف تعيش. طب ما دام هي صعبانه عليك قوي كده تقدر تساعدها لو عايز. مش صعبانه عليا وبس. انا بحب فريده ومتاكد ان هي كمان بتحبني، ورفضها الجوازي ده مجرد كبرياء، خصوصا انها افتقرت اليومين دول. المفروض بقى ان انا اللي هنساها كبرياء، صح؟ يا اخي بحكم الصداقه اللي ما بينكم ممكن تنصحها. كريم بيه، انا علاقتي بفريدة علوان ما تسمحليش ان انا اكلمها في حاجه زي دي. السلام عليكم. وعليكم السلام. الأنسة فريدة موجودة؟ صوري. أهلا يا أستاذ هلال. اتفضل. معلش انا اسف يعني ان انا جيت وقت متاخر، بس والله العظيم انا لسه راجع من الشغل. نشوى صاحبتك دي اصلها ما بتبطلش مشاوير لا ليل ولا نهار. ما انا عارفاها. معلش، المهم انت مبسوط في الشغل؟ الحمد لله خير. الحقيقه يا استاذه انا لقيت الكاسيت ده عند عم سالم الكهربائي، وقال لي ان حضرتك بعتيهوله من يومين ب400 جنيه. معقوله يا استاذه؟ ازاي تبيعي كاسيت يسوى 3-4 آلاف جنيه ب400 جنيه بس؟ معلش، اصل انا كنت مزنوقه في فلوس. مزنوقه تقومي تبيعي كاسيت واحنا موجودين؟ المهم يا استاذه الكاسيت بتاعك اهو، وانا بعد اذنك يعني رجعت العم سالم الفلوس. انت ليه تعمل كده؟ ما انت عارفه يا استاذه انا قبضت شهرين مقدم، وحضرتك ما رضيتيش تاخدي منهم شهر. استاذ هلال، ما ينفعش، ما يصحش. ارجوك يا استاذه ابوس ايدك ما تكسفينيش. طب ده انا لولا الشغلانه اللي حضرتك جبتيها لي دي كان زماني بايت لغايه دلوقتي في العربيه اللي من غير موتور ده محلها مسالم الكهربائي. مساء الخير يا عصام. مساء النور يا فريدة، ازيك؟ الحمد لله، أنا آسفة إني تأخرت عليك. لا مش أي حاجة. تشرب حاجة؟ لا ميرسي. شوية ليمون كده؟ ميرسي. عاملة إيه؟ بتشوفي ماما؟ للأسف من ساعة ما اتجوزت ما شفتهاش غير مرة واحدة بس. طب يا ستي أرد على كريم الشرقاوي أقول له إيه؟ أنت مش قلت له إنك مش هتبلغني رسالته؟ بس بصراحة أنا بعد ما خرجت من عنده رجعت نفسي، قلت يعني احتمال تكوني محتاجة تعيشي في قصر شاكر بيه، خصوصا في الظروف اللي زي دي.
فعلا محتاجة أرجع القصر، بحلم بيه كل يوم، بس مش هقدر أدفع التمن اللي بيقول عليه، مش هقدر أتجوز واحد ما بحبوش. بس هو يعني بيقول إنه بيحبك. متصدقش الكلام ده. أنا بالنسبة لكريم الشرقاوي مجرد بنت الراجل اللي قتل أبوه، وعمري ما هكون حاجة غير كده. يلا بقى اطلب لي ليمون. طيب لو سمحت أكبر كوباية ليمون عندك. استقبالك ليا يا كريم بيه؟ يا بني ادم ما ينفعش حد يشوفنا مع بعض. ما انا كلمت حضرتك كتير على الموبايل وانت ما بتردش عليا. كلمتني ليه؟ ها؟ عايز ايه؟ قالوا لي في الشارع ان البوليس خلاص قرب يوصل للمجرم اللي سرق الذهب بتاع ولاد شكري الوان. وانت قلت لي انك انت مش سايب ولا دليل يثبت ان انت اللي عملت كده. ايوه انا مش سايب، بس برضو خايف. الذهب اللي انت واخده يجمد لك قلبك ويخليك ما تنطليش هنا كل شويه. وانا ليه مين غيرك انط له يا كريم بيه؟ هو مش سيادتك برضه اللي اتفقت معايا ان انا اسرق الشقه في غيابهم؟ واديتك اجرك وخدت فوق اجرك الذهب كله، عايز ايه تاني؟ عموما انا بفكر اسيب الحته كلها. اوعى تعمل كده، لو عملت كده هيشكوا فيك وهيدوروا عليك وهيجيبوك. طب فهمني انت يا كريم بيعمل ايه؟ تثبت خالص. انا ما اخترتكش الا لما عرفت انك انت راجل يعتمد عليك. اثبت لي ده. ما انا لغايه دلوقتي حاسس ان مليون بطح على راسي، ده انا حتى الدهب من يوم ما سرقته مش عارف اتصرف فيه لغايه دلوقتي. استنى لغايه لما الحادثه دي تتنسى زي ما مليون حادثه اتنسوا قبلها. وجيه الشيك فين؟ شيك ايه؟ الشيك اللي كتبتهولي يوم ما عملت لك توكيل لبيع الشقه. اساليني عنه ليه؟ هو انا اللي شلته ولا انت؟ ما انا شلته في الدولاب، دورت عليه ما لقيتهوش. عايزة تفهميني ان في حرامي دخل سرق الشيك وساب الشقة زي ما هي. معرفش، انا اللي بسألك يا وجيه. جريه يا ألفت، بتشكي فيا؟ فاكرة انك خدت الشيك من وراكي؟ وجيه انا ما حلتيش غير الشيك ده، الحل الوحيد انك تكتب لي شيك غيره. ازاي بس كده ابقى كاتب لك شيكين على نفسي؟ الله، هو انا هسجنك بيهم؟ ما انا مراتك يا حبيبتي. ما انت اللي فصلت بين الشغل والجواز. بيزنس از بيزنس. حط نفسك مكاني. ألفت ابوس ايديكي. حضري العشاء بسرعه، انا راجع من الشغل واقع من الجوع. خير خير يا متر. ألفت هانم، أرجو إنك تسمع اللي هقولهولك دوت من غير أي انفعال أو عصبية، لأن أنا نفسي ما صدقتش، بس رجعت قلت يعني إن مفيش حاجة في الدنيا تستاهل. لا أنت كده قلقتني أكتر. ها خير؟ الحقيقة هانم أنا رحت بنفس الشهر العقاري واطلعت على السجلات اللي هناك ولقيت ان وجيه باع شقتك اللي في مدينه نصر. بعمل ورايا للاسف. ايوه، وعلى فكره انا رحت الشقه وقابلت المشتري واتكلمت معاه كمان ووراني عقد البيع وانه متسجل في الشهر العقاري. ألفت هانم انا اسف اذا كنت بجيب لك اخبار مزعجه، بس هي دي شغلتي، زي ما بجيب اخبار مفرحه بجيب اخبار مزعجه. وارجو من حضرتك انك تاذني لي لاني مضطر امشي عشان عندي ميعاد مهم جدا. بعد اذنك يا الكلام. كان لازم نعمل العملية. حضرتك عارف ماما عنيدة قد ايه؟ رفضت تعمل العملية، ده غير انها انها ايه؟
اتجوزت من حوالي شهر. اتجوزت ازاي؟ ازاي وهي في الحاله دي؟ ده انتحار. كانت متخيله انها لما تتجوز هتتبسط ومعنوياتها هتتحسن. عموما انا ما قداميش غيرك عشان اصارحه بحالتها الصحيه. تقصد ايه يا دكتور؟ ماما جايه المره دي تعبانه جدا، والعمليه لو ما اتعملتش في ظرف اسبوع بالكتير هتبقوا انتوا المسؤولين عن اي حاجه ممكن تحصل لها. اسبوع واحد بس؟ ايوه، لكن من حسن حظها ان هير براونشفايج هيزور مصر 5 ايام يبداوا من بعد بكره. انا هكتب اسمها في كشف الجراحات اللي هيعملها واللي انا هساعده فيها. مين هيرشفايج ده؟ ده خبير الماني متخصص في حالتها، لازم تلحقوها قبل ما يرجع بلده، والا هتضطروا تسافروا له المانيا، وانا عارف ان الحاله دلوقتي ما تسمحش بالسفر. متشكره قوي يا دكتور، ممكن ادخل لها؟ اتفضلي، بس على قد ما تقدري، مش عايزها تنفعل. اتفضلي. اوكي. هاي. خلاص. زي ما اتفقنا. سلام. رحت الألفة المستشفى قالت لهم مش عايز اشوفه. شيء طبيعي. ما انت السبب ورا كل اللي حصل لها. طب انا مش عرفني انها هتعرف ان بعت الشقه وتقع من طولها. صعبان عليك قوي كده. ما تنساش انها مراتي. يبقى ما كنتش تبيع شقتها بدون علمها. انا ما اتصرفتش من نفسي وما بعتش الا لما قلت لي بيع. عملت ايه في الشيك اللي خدته من شنطتها؟ قطعته 100 حته. برافو. يبقى انت كده خلاص براء. قالوا لي ان حالتها حرجه جدا. معلش كلنا هنموت. ويا بخت يا سيدي من مات مظلوم ولا ماتش ظالم. بصراحة أنا مش عارف أوريها وشي إزاي بعد اللي حصل ده. وأنت عايز توريها وشك ليه؟ أنت تروح تأجر شقة وتلم هدومك وتقعد فيها. فكرك يعني مش هتدور عليا؟ هتدور عليك أكيد، بس أكيد مش هتلاقيك. يعني اسيبها كده على ذمتي متشعلقه وامشي؟ يا سيدي هي اول ولا اخر واحده هتتشعلق؟ على رايك. المهم اخبار البيزنس اللي وعدتني نعمله مع بعض. هنعمله لما يجي وقته. واديك اهو نايم على الخميره بتمن الشقه اللي انت بعتها. مش بيزنس حلو ده ولا ايه؟ خبيت عنكم موضوع الشقه. خفت نبيعها زي ما بعنا كل حاجة. ساعتها ما كانش هيبقى أي حاجة. الكلب اللي الصاب الحرامي خطفها في لحظة. تجيبي سيرته دلوقتي يا مامي. دكتور قال مفيش داعي للانفعال. والله ما انا سايباه. هفضل وراه لغايه ما الاقيه واخليه يطلقني واخليه يرجع لي شقتي كمان. شقه ايه بس اللي بتتكلمي عليها دلوقتي يا مامي؟ احنا دلوقتي في العمليه اللي المفروض تعمليها قبل اسبوع. عمليه ايه يا فريده؟ عمليتي يا بنتي. أنا خلاص أنا مت. أنا ميتة يا فريدة. مت مرتين يا بنتي. المرة الأولى لما ضاعت فلوسي مع باباكي وطردني من بيتي، والمرة التانية يا فريدة لما جه النصاب الحرامي ضحك عليا وهرب. المرة دي انتي لازم تعيشي عشاني انا واحمد، سامعة؟ احنا ما بقاش لينا غير بعض. يا ربي فريدة. فريدة انا مش عايزة اشيلك هم جديد فوق همومك. هنجيب منين فلوس العملية؟
اللي عايزه تعمليها لي دي؟ ها هم ايه بس يا ماما؟ تلكيش دعوه، ما تشيليش انت هم اي حاجه. بعدين ربنا كبير، مش هو كان بيرزقنا زمان؟ هو برضو هيرزقنا دلوقتي. ونعم بالله. عصام وصل؟ لسه يا فندم. طبعا ما هو سهران طول الليل مع ألفة هانم في المستشفى. هو حضرتك عرفت منين؟ انا لاقي عيون في كل مكان. عموما عصام طول عمره صاحب واجب. امال ايه؟ ما كانش صح ابدا انه يسيب فريده في موقف صعب زي ده. هي فريده كانت هناك؟ عايزاها يعني تسيب والدتها في الحاله دي؟ انت بتحبي عصام، يا ريت ما يضيعش من ايدك. عرفت منين بقى ان انا كنت عنده في المستشفى؟ انا ليا عيون في كل حته. عيون في كل مكان؟ مش عيون كريم بيه هي اللي فضلت لك عليا يعني؟ يعني انت كنت فعلا مع فريده؟ انا كنت مع امها، وانت عارفه ان مفيش جنبهم راجل يقف معاهم في ازمه زي دي. ليه؟ هي البلد خلص منها الرجاله، ما بقاش فيها راجل غيرك؟ واضح ان كريم بيعمل مجهود كبير قوي وعارف يوقع بنا. وهو هيستفيد ايه لما يوقع بنا؟ عشان هو كان طالب بيت فريده وفريده رفضته، وهو فاكر انها رفضته بسبب. ايوه، هي بقى رفضته بسببك. الكلام ده في دماغه هو مش في دماغي انا. مفيش دخان من غير نار. النار دي في دماغك انت وبس. على فكره بقى، انا ما رحتش لفريده مره واحده وعشان اقول لها ان كريم عايز يتجوزها. وتقول لها كده بصفتك مين؟ رسالة طلب مني ان انا اوصلها لها. الرسالة دي كانت عشانك انت، كان بيقول لك انت ان هو بيحبها وتبعد انت عنها. انا لو حارت فردة في دماغي زي ما انت فاهمة، ما كنتش وصلت لها الرسالة بنفسي. انت وصلت لها الرسالة بنفسك عشان عايز تسمعها وهي بتقول لك انا ما بحبش كريم، ويمكن المرة اللي بعديها تقول لك انا بحبك انت. اتفضلي. ايه ده؟ دول 50,000 جنيه، ثمن العمليه بتاعت مامتك. متشكر قوي، ما طلبتش منك فلوس. وانا مش هستنى لغايه لما انت تطلبي مني. ايه النخوه دي كلها؟ خدي الفلوس يا فريده قبل ما الخبير الالماني يرجع بلدهم وما تعرفوش تروحوا له هناك. انت كمان عرفت موضوع الخبير الالماني؟ ما مفيش حاجه ما عرفتهاش. برافو. ممكن بقى اعرف الفلوس دي مقابل ايه؟ من غير مقابل. كريم انا عارفاك كويس قوي، لو الفلوس دي صحيح من غير مقابل ما كنتش جيت دلوقتي وديتيني هنا. خلاص يا ستي، اعتبري الفلوس دي مهرك. انت لسه عايز تتجوزني؟ انا واثق من الكلام اللي انت قلتهولي في القصر اخر مره، ده كان كلام اتقال من ورا قلبك.
الحب عمره ما يضيع في لحظة كده. غريبة غريبة ان انت بالذات تقول كده. خدي الفلوس يا فريدة، انقذي بيها حياة امي. كان نفسي بس للأسف مش هقدر على التمن اللي انت عايزه. انا هسيبك تفكري، والظرف ده هيفضل عندي في المكتب في الشركة لغاية لما انت تيجي تاخدي بنفسك. الطيارة رايحة فين؟ اوبا يلا واحدة ثانية. اكل المستشفى ياك ياك قوي. ما هم اللي مش راضيين يخلونا نجيب لك اكل من برا. ما انتوا اللي مش راضيين تمشوني من هنا. الدكتور قال ما ينفعش، وادينا قاعدين معاكي طول اليوم. صباح الفل. ايه الحلاوة دي؟ ايه ده؟ الاكل ده كله ما خلصش ليه؟ اتأخرتي كده ليه؟ يا سلام حمش قوي. كنت عند الدكتوره نرمين وعديت على البيت جبت شويه حاجات لمامي. مودي افتح الدرج في ورقه. خدي فريده. اوعي تكون فاتوره. لا مش فاتوره. خدي الورقه دي وقريها كويس. ايه دي؟ ليستا عليها اسماء كل رجال الاعمال الايام دي، دول تقال قوي معظمهم باباكي ساعدهم في بدايه حياتهم. هعمل بيها ايه؟ يمكن لما يعرفوا الزنقة اللي احنا فيها يردوا جميل شاكر عليهم. انتي بتهزري يا مامي؟ عايزاني اعدي على الناس دول في مكاتبهم وخبط عليهم واحد واحد واقول لهم لله يا محسنين؟ يا حبيبتي ليه لا؟ دول كانوا بيقعدوا بالساعات لغاية ما باباكي يرضى يقابلهم. كمان كان بيقعدهم بالساعات وعايزاني اروح استلف منهم. لا طبعا يا مامي، اللي كبر بينسى ايام لما كان صغير وبيكره اللي بيفكروا بالموضوع ده. واحنا هنخسر ايه بس لما نحاول؟ هنخسر كرامتنا يا مودي. عندك حق، عندك حق يا فريدة. ما كانش لازم اتقل عليكي بالموضوع ده، بس قلت يعني جايز جايز. كله من حلاوة الروح. يمكن نلحق ميعاد العملية اللي حجزوها لنا. الطيارة رايحة فين؟ الحقيقة أنا أسفة جدا إن أنا جيت لك من غير ميعاد، بس أنا كان معايا العنوان ومعيش رقم التليفون. فريدة you don't need to apologize. المكتب مكتبك وأنا زي شاكر بيه. أنت ما تعرفيش بابي كان عزيز عليا قد إيه. وفي الحقيقة ماما حكيت لي كتير قوي عن صداقتكم. أنت عارفة الشركة دي ابتدت إزاي؟ بابي سلفني 10,000 جنيه من 9 سنين عملنا بيهم كل ده. يا 9 سنين؟ كويس ان انت لسه فاكر، يعني ما شاء الله ذاكرتك كويسه. دي حاجات ما تتنسيش يا فريده.
انت بتعرفيش انا اتضايقت قد ايه لما عرفت اللي حصل لبابي. بس معلش يصير حق يبان ويرجع يشتغل تاني ويرجع بلده تاني ان شاء الله. في الحقيقه مستر كمال انا جايه لك علشان ماما تعبانه ومحتاجه تعمل عمليه في القلب. I'm very sorry to hear this. انا كنت محتاجه 50,000 جنيه علشان العمليه وحردهم لك واديك اي ضمانات انت عايزها. ضمانات ايه يا فريده بتتكلمي عليها؟ انت يا ابوكي ليه دين في رقبتي نفسي اسدده من سنين. مش عارفه اقول لك ايه، انت بجد هتشيل حمل كبير قوي من عليا، بس انا ان شاء الله هشتغل قريب وارد لك كل الفلوس دي بس على دفعات. انت بتشتغليش؟ لا في الحقيقه مش لاقيه شغل يناسبني. بس مستر شاكر كان قال لي ان انت شغاله مديره في بنك حاجه كده وكمان خريجه الاي سي لو انا متذكر كويس. بالظبط، بزنس ادمنستريشن. طب انا ممكن استفاد بيكي في الشركه عندي هنا في البابليك ريليشن، ممكن اعمل لك مرتب مثلا سي 6,000 جنيه. بجد يا ريت. ده غير الحوافز والبدلات يعني. مش عارفه اشكرك ازاي. يعني خلاص اعتبرك معانا من دلوقتي؟ اكيد، بس ممكن معلش ابتدي بعد نهايه الاسبوع عشان عمليه ماما. طب وليه ما تبتديش واحنا بنحضر لعمليه ماما؟ يعني حضرتك هتوفر لي 50,000 جنيه قبل نهايه الاسبوع. يا فريده يور ويش از ماي كوماند. اديني يومين. قولي بقى نفسك في ايه؟ ولا حاجه. يعني ايه ولا حاجه؟ يا ابني اختك دلوقتي بقى عندها وظيفه وكمان اتصرفت فلوس عمليه ماما، نفسك في ايه وانا اجيبهولك؟ ولا حاجه، انا بس عايز ماما تخف. ان شاء الله يا حبيبي هتخف، هتخف وترجع لنا قريب قوي. طول عمري اسمعها له، لكن اول مره اشوفه. هما ايه دول؟ العصفورين اللي بيتضربوا بحجر واحد. عارف انا دلوقتي بس عرفت قيمة الليستة اللي ماما كتبتها لي، بس لو كانت كتبت لي كمال مخلوف اول واحد في الليستة كنت رحت له من الاول واترحمت من البلاوي اللي شفتها. بس الحمد لله ادينا عرفناهم على حقيقته. هات بقى انا العبيد كم الجاي. اعمل ايه؟ دوسي وربعه. Thank you. Have a seat. See. ده الفايل بتاعي، في السي في بتاعي كل اوراقي. Very impressive. هو انا مفروض استلم شغلي في البي ار النهارده مش كده؟ طب قولي لي حاجه فريده. منى السكرتيرة واخدة اجازة اسبوع، ممكن تاخدي مكانها؟ بس الحقيقة انا ما اشتغلتش سكرتيرة قبل كده. It's a piece of cake. تقعد معاكي ساعتين قبل ما تمشي وهتعرفي كل حاجة. بس انا كنت فاكرة ان انا هبدا شغلي في البي ار على طول. ما تستعجليش، جايز ما اقدرش استنى عنك كشغل سكرتيرة. مستر كمال I'm so sorry، بس انا الحقيقة ما احبش اخد مكان حد. No 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 not at all. ما تاخديش مكان حد، انا من زمان محتاج سكرتيرة تانية. يعني انا هشتغل مع حضرتك سكرتيره تانية؟ مين عارف، مش انت تبقي سكرتيره اولى. مامي كانت قالت لي ان انت وكابو كنتوا صحاب قوي وكانوا دايما بيروحوا لك وانت كنت بتغني زمان في الاوتيلات. ده كان قبل بقى البيزنس غيرني، بس دلوقتي كل يوم اربع بروح مكان كده فيه كاراوكي عشان اغني لنفسي انا. انت مين who's your favorite singer؟ كتير يعني، في فرانك سيناترا، في أزنافور. ذوقك حلو. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are the one very, 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 véritable. Je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire. Dans la langue de Shakespeare, toi, tes eyes, ton nose, tes lips adorables.
كفايه كده؟ كفايه، صوتك هايل. طيب استاذن انا اروح لمونا عشان تلحق تفهمني الشغل قبل ما تمشي. شور كويس، بس المره الجايه لما اروح كراكي هاخدك معايا. غني لي غني. معلش انا اسفه مش هقدر اغني لحد ما مامتي تعمل العمليه. عن اذنك. اللي جابك يا دينا؟ لقيتك ما بتسالش وقلت اسال انا. والله مشغول زي ما انت شايفه بالمشروع الجديد. عمرك ما كنت بتشتغل عني يا كريم. اليومين دول انا بقى مشغول عن الدنيا كلها. انا اهم من الدنيا كلها. ما تفتكرش انك هتقدر تهرب مني يا كريم. وطي صوتك، احنا هنا مكان شغل. هو انا عارفه اصلا الاقيك بره الشغل؟ خلاص نتقابل بالليل نتكلم براحتنا. احنا فيها دلوقتي لوحدينا، ممكن بس تبلغ السكرتيرة اللي بره ما تدخلش حد. قلتلك هنا مكان شغل مش هينفع. بالليل نتقابل ونتكلم براحتنا. ماشي يا كريم، بس تعمل حسابك من هنا لغايه ما نتقابل تكون حددت ميعاد الجواز. انا خلاص ما بقيتش قادره استحمل الوضع ده كتير. اشتريت قصر شاكر علوان علشان تنتقم من شاكر علوان ولا علشان تنتقم من فريدة؟ وتنام على سريرها وتبص في مرايتها وتشم نفسها في كل حتة هنا. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else above you? Fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my trouble, that's what you do. تعدي ويسكي؟ لا مرسي ما بشربش. ايه رايك في المكان؟ مكان لذيذ قوي، انا جيت هنا قبل كده. ما ضيوف فين اتاخروا قوي؟ هما زمان العصور. انا قلت بس ناخد لنا كاسين كده ونقعد عشاء معاهم. طيب انا هنتهزها فرصه يعني قبل ما ييجوا. معلش انا اسفه، هطلب منك الفلوس بتاعت عمليه ماما. وعايزهم امتى؟ ويا ريت يعني بكره عشان الحق احجز العمليه. دان انا واخد سويت هنا في الفندق لمده سنه. عدي عليا بكره هتلاقي الشوط ب 50,000 جنيه جاهز. عليك في السويت؟ مفيش، انا لوحدي. محدش هيعرف اني خدت الفلوس مني. ايوه بس انتي
سكرتيرتي الشخصية، يعني عادي ان انا اقولك تجيلي في اي حتة هتجيلي. ايوة بس منى ما فهمتنيش على ده و... ما ينفعش تقارني نفسك بمنى. فرفر انتي حاجة تانية خالص، انتي سكرتيرة تشرفي الشركة كلها، سكرتيرة تشرفيني انا شخصيا. ايوة طبعا اشرفك وحاجة تساعدني، بس في الشركة مش في السويت. عمرك ما هتقابلي حد ستريت فورورد زيي. انتي عجبتيني، شديت انتباهي من اول نظرة، وانا صعب قوي ان حد يشد انتباهي. طيب معلش انا مضطرة امشي، تأخرت قوي. مش تمشي، مش هتمشي لما تسمع الديل انا قلتها. ديل ايه؟ هديك 50,000 جنيه ومش عايزك ترجعي. ده مقابل ايه؟ مقابل انك تبي بتاعتي لمدة ليلة واحدة بس. فكري كويس، انا عارف ان ديل زي ده صعب قوي انه يترفض في الايام اللي احنا فيها دي. اتفضلي يا ستي، دي الورقة اللي بتقول ان احنا متجوزين قدام ربنا. هو انا لما قلت لك نتجوز كنت طالبة منك تكتب لي ورقة زي دي؟ هو ده اللي اقدر عليه دلوقتي، جواز رسمي مش هيحصل. بس دي مش محصلة لا رسمي ولا عرفي يا كريم. ليه ان شاء الله بقى، ناقصها ايه؟ ناقصها 2 شهود يا حياتي. واحنا يا حياتي في بينا شهود. خلي الورقة معاك وهتبقي مطمنة. قوي قوي هخليها معايا، بس برضو هجيب 2 شهود يمضوا عليها دلوقتي حالا. دينا انت عايزة تبوظي الليلة؟ احنا هنقضيها ليالي يا كريم، النهاردة غير اي ليلة. يا تجيب 2 شهود يا مش هتشوفني تاني يا كريم. ساكت ليه؟ روحي هات 2 شهود يا دينا. النهارده هعرف انا امتى حابب حامد ايوب. الميعاد اللي مستنيه من ساعه ما جيت لندن. انا حاسس ان شاكر الصغير ده هيبقى وشه حلو علينا قوي. شاكر الصغير بس؟ هو مش شاكر الصغير، لا انا من دلوقتي هبتدي اغير منه. ده انا اللي هغير منه طبعا، اول ما يتولد هيفضل مكلبش فيك وترك ان انا اعرفه. لا يا سيدي ما تقلقش، انا من دلوقتي هفصل لك رف كبير قوي على قدك. انا عايز اسمع بيقول ايه. بتقول ايه؟ علي صوتك شويه. عارفه بيقول ايه؟ ايه هو عارف كويس قوي انا بحبك قد ايه. حاضر يا فندم، انا تحت امر سعادتك، مع السلامه. اتفضل استريح.
أي خدمة؟ في الحقيقة بالكو كتير ما اتصلتوش بيا، فقلت أجي أنا وأسأل بنفسي. تسألي عن إيه؟ المجوهرات اللي اتسرقت مننا، مفيش أخبار عنها؟ آه افتكرت، معلش أنا آسف. على فكرة إحنا مش ساكتين، وإن شاء الله قريب قوي هنوصل للحرام اللي سرقكم. أنا كنت قلت لحضرتك قبل كده إن أنا محتاجة المجوهرات دي عشان كنت ناوي أبيعها وأعمل عملية لأمي، فحقيقة فاضل يومين بس على العملية. أنا ما أقدرش أقول لك إن إحنا هنقبض على الحرامي بعد يومين، ما إحنا حتى لو قبضنا عليه ما نضمنش إن المجوهرات كلها تكون معاه، ممكن يكون اتصرف في جزء منها أو حتى باعها كلها. يعني إيه؟ اللي عمل كده هينفد بعملته؟ أكيد لا، أكيد هيتسجن، لكن اللي مش أكيد إنه يرجع لك المجوهرات كلها. كنت فاكرة حضرتك هتطمني أكتر من كده. أنا ما أقدرش أوعدك بحاجة ما أضمنش إنها تحصل. نصيحتي ليكي ما تعتمديش على الذهب ده في عملية والدتك. شكرا، أنا إذنك. كنت متأكد إنك هتيجي النهاردة. اكتب لك ورقه تنزلي بيها الحسابات عشان توردي مقدم العمليه. 20% كويس؟ في الحقيقه يا دكتور انا لسه معيش تمن العمليه. ده انا حجزت لك الميعاد على مسؤوليتي. طيب في طريقه ممكن ناجل بيها بس يومين ثلاثه لحد ما تصرف بقيه المبلغ؟ للاسف هيرش فايج مسافر اخر الاسبوع. في اي حد غيره ممكن هو يعمل العمليه؟ هو أفضل واحد يعملها، لكن مش دي المشكلة. والدتك حالتها بقت حرجة، واليوم الواحد ممكن يفرق في حياتها. هتعملي ايه يا فريدة؟ قدامك المعلم ربيع اللي ماشي بيشحت عليكي في الشارع كله. كريم، كريم اللي معرفش يجيبك بقلبه وفاكر انه يقدر يجيبك بفلوسه. وقدامك كمال مخلوف اللي مش طمعان في اي حاجه غير في ليله واحده بس. ليله واحده هيدفع فيها اللي ربيع وكريم عايزين يدفعوه في بقيه عمرك. يبقى كده هو اللي يكسب. بتبصي لي كده ليه؟ الحكايه كلها بيع وشراء. انت عملتي كده مع كريم ببلاش وكنت فاكره انك متجوزاه في الحلال. على الأقل المرة دي التمن معروف ويستاهل. حياة أمك كلها قصاد ليلة واحدة في حياتك أنت. هتعملي إيه؟ متأكد انك هتيجي. كان عندك حق، الصفقة بتاعتك صعب قوي انها تترفض. £50,000 as promised تصرفيها من البنك الفرع اللي قدام الشركة. تفضلي. Beautiful smile. ايه رايك في السويت؟ ده المخبأ بتاعي. زهقت من شغل مفروشة. واخيرا عرفت افرفص من مراتي. خليك على راحتك،
ده الحمام if you want to freshen up. استنى كيف هو. بليز ما تأخريش. ما تحمليش نفسك فوق طاقتها. يعني ايه؟ يعني مفيش غير الخبير الالماني ده هو اللي هيعرف يعالجني. انا السبب، ملحقتش الم الفلوس قبل ما يرجع بلده. حبيبتي كفايه الهموم اللي انت شايلاها فوق كتافك من يوم ما جينا البيت ده، كفايه حبيبتي. حسام قال لي ان هو في دكتور صاحبه في معهد القلب حجز لك هناك، وبواسطه ان شاء الله هيجي عليك الدور قريب قوي. انا عارفه كويس يا فريده ان انا مش هعمل العمليه دي غير في الميعاد اللي ربنا رايده ان شاء الله. بس انا برضو مش هسكت، هكلم الكاب واشوف ازاي يقدر يبعت لنا فلوس مع اي حد جاي مصر. فريده انا وباباكي خلاص اتطلقنا، ما تكلمهوش. انت صحيح خليتيه يطلقك، بس هتفضلي طول عمرك ام ولاده. هو عارف كويس قوي انتي بالنسبه لنا ايه. والدك الله يرحمه معرفش يتفاهم معانا، عشان كده خسر كتير وتعطل ياما. معلش حدش بيتعلم ببلاش، وانا ناوي اصلح غلطته. بس انت عارف يا كريم بيه، اللي بيشتغل معانا بيشتغل بشروطنا، وانا قلت لك شروطنا. وانا سمعتها كويس وقبلتها. سلام. سلام.
انا مش فاهم انت ازاي عايز تحط ايدك في ايد سامي محروس وهو شلته بعد كل اللي حصل. وهو ايه اللي حصل يعني؟ نسيت شكل علوان اللي فلس وهرب وساب البلد وحضرتك دلوقتي عايش في قصره؟ ورأفت عزمي اللي اتشال من الوزاره بعد ما في يوم من الايام كان مرشح ان هو يكون رئيسها. لا ما نسيتش، بس انا مش غبي زيهم ومش هقع زي ما هم وقعوا. كان غيرك اشطر. انت بتكلمني عن اتنين اتمسكوا واتكشفوا وسايب الناس الكتير التانيه اللي محدش سامع عنهم حاجه، اللي كل يوم بيكبروا وبيكتروا. يا كريم اسمع كلامي وخلينا في الامان احسن. امان؟ الامان بتاعك ده معطل المشروع اللي حطيت فيه كل فلوسي وكل القروض اللي واخدها من البنوك. انا خلاص ما اقدرش استنى اكتر من كده، ما اقدرش اتعطل اكتر من كده يا خال. يعني انت فاهم بقى ان الناس دول هم اللي هيمشوا لنا المراكب الواقفه؟ اي زي ما مشوها لكتير قبلنا وبرضه هيمشوها لكتير بعدنا. هي ماما مش نايمة في اوضتها ليه؟ هي كانت زهقانة وهي لوحدها في الاوضة، جت حضنتني وبصتني وقالت لي انا بحبك قوي يا احمد انت وفريدة، ويا ريت تسامحوني لو كنت في يوم معاك وحش. ومددت على الكنبة وقالت لي نصحيها لما تيجي عشان نتغدى سوا. كبير قوي جاي من بره هيعمل لك العمليه كمان اسبوع من غير فلوس. ماما اصحي عشان نتغدى سوا.
تكون سمعانة. سمعانة بس مش عارفة ترد علينا. هتوحشيني قوي يا ماما، مش عارف ازاي هنعيش من غيرك، مش عارف امتى هنتقابل تاني، بس اوعدك هعمل كل الحاجات اللي كنت بتحبني اعملها، وهبطل كل الحاجات اللي كنت بتحبنيش اعملها. هنشوف ماما في الجنة ان شاء الله، طول ما احنا بندعي لها، طول ما هي حابة تبقى معانا. يعني هنبقى مع بعض في الجنة زي ما احنا مع بعض في الدنيا؟ اكيد، بس الجنة احلى من الدنيا. الدنيا بتنتهي بس الجنة ما بتنتهيش. بابا مسافر ومبقاش لقاش غيرنا احنا الاثنين. انا خايف قوي يا فريدة. ايوه يا عصام، حتى جايلك جنبي. ماما تعيش انت.